إذن مشاهدينا، تطورات متسارعة على أكثر من جبهة، ولكن المستجد هو الرد الإيراني الذي نتابع صوره الآن. فهل هذا الرد على شاكلة ما وصف يومها بالمسرحية الإيرانية التي نسقتها طهران مع واشنطن بالتوقيت والشكل، أم أنه سيكون مختلفاً؟ نتابع صور إطلاق الصواريخ، الكل ينتظر الناتج والأضرار بحسب المصادر، فإن المشهد تكرر وترتيباته كذلك، إذ كشفت مصادر الحدث عن أن إسرائيل أخلت قواعدها العسكرية الثلاث في تل أبيب بعدما أخترتها طهران عبر قنوات ثالثة بنيتها الرد. ونذكر دائما بأننا نتابع الصور التي تريدونها. هل هذا الرد هو الرد على مقتل إسماعيل هنية وحسن نصر الله؟ بالفعل هذا ما تحدثت به إيران الآن، وتقول بأنه رد على اغتيال نائب قائد الحرس الثوري وكذلك أمين عام حزب الله حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية. الحرس الثوري الآن يقول: صواريخنا جاءت ردا على مقتل نصر الله وهنية وقائد فيلق القدس في لبنان. هذا ما تتحدث به طهران الآن. حتى هذه اللحظة مشاهدينا، أكثر من 400 صاروخ أطلقت باتجاه إسرائيل. هذه المرة لم تطلق إيران مسيرات، استخدمت الصواريخ البالستية باتجاه إسرائيل. رشقت صواريخ بالستية إيرانية ثالثة باتجاه إسرائيل. نتابع هذه الصور مشاهدينا. إعلام إسرائيلي: قصف منصة الغاز في عسقلان الآن. إذن نحن نتابع معكم مشاهدينا أولا بأول ما يجري الآن على الهواء مباشر الحدث. تتابع هذه التفاصيل من جنوب لبنان، كذلك مراسلة الحدث زميلة ناهد يوسف من حيفا تنضم إلينا الصحفية هبة مصالحة. مرحبا بكما ناهد وهبة، أبدأ من عندك يا هبة لأسأل تقييم الوضع الآن في الداخل الإسرائيلي. إذن ريثما تجهز هبة، ناهد مرحبا بك، نستطلع منك كذلك الأجواء فيما إذا كانت جغرافيا لبنان عبرها مرت هذه الصواريخ، هل من تعليق، هل من جديد فيما يخص هذا الرد؟ بالفعل حسين، ولهذا الكاميرا الحدث الآن موجهة إلى سماء لبنان، سماء البلدات الجنوبية، حيث كنا رصدنا منذ بعض الوقت مرور بعض من هذه الصواريخ فوق الأجواء فوق البلدات الجنوبية. كانت مرت حوالي 7 أو 8 صواريخ تمكنا من رؤيتها مرت باتجاه الداخل الإسرائيلي من فوق الأجواء الجنوبية. سمعنا أيضا صوت الانفجارات في الداخل الإسرائيلي، في داخل المستعمرات الإسرائيلية، وصفارات الإنذار كانت تدوي وكنا نسمعها بوضوح جراء إطلاق هذه الصواريخ. ولذلك يعني الآن طبعا لا تزال عدسة الكاميرا موجهة إلى سماء جنوب لبنان لمحاولة رصد المزيد من الصواريخ التي كانت أطلقت في هذه الأثناء، توقفت، ولكن بالفعل كنا رصدنا حوالي 8 صواريخ مرت فوق الأجواء الجنوبية باتجاه الداخل الإسرائيلي، طبعا مع سماع دوي انفجارات في الداخل
الداخل الإسرائيلي فوق عبورها. لا نعرف إن كانت انفجارات هذه الصواريخ أو صواريخ اعتراضية في الداخل الإسرائيلي، ولكن هذا ما كنا نسمعه من دوي لهذه الانفجارات، بالإضافة إلى صفارات الإنذار التي كنا نسمعها بوضوح من كامل هذه المستوطنات المقابلة لنا والمواقع الإسرائيلية المقابلة لموقع تواجدنا. نعم. لكن حسين، ليست من هناك من تصريحات حتى هذه اللحظة. طيب، نهد ستبقين معنا، سأعود إليك بعد قليل. هبة، مرحبا بك. الداخل الإسرائيلي وما يجري الآن؟ نعم، صافرات الإنذار لا تزال تسمع في مناطق واسعة، وتحديدا بالنقب، منطقة النقب، نتحدث عن جنوب إسرائيل، ما زالت حتى الآن تسمع صافرات الإنذار فيها. تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه لا يمكن التكهن بالأثار للهجوم الصاروخي الإيراني، الهجوم لم ينتهي بعد، وهذا أيضا ما أكد عليها أو أكدت عليه أيضا إذاعة الجيش، التي تقدم بأن إيران أطلقت 300 صاروخ، على الرغم من أن المتحدث باسم الجيش قبل في الرشقة الأولى من إيران تحدث عن أكثر من 102 من الصواريخ قادمة من إيران. الآن التقديرات بإذاعة الجيش تتحدث عن أكثر من 300 صاروخ، فيما وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تحدثت عن أكثر من 400 صاروخ. هناك تضارب بالأرقام، لا نعلم حتى الآن عدد الصواريخ التي أطلقت من إيران، ما زالت أيضا تسمع صافرات الإنذار. وكان هناك تهديدات إسرائيلية في حال كان هناك هجوم من قبل إيران على إسرائيل، فإن إسرائيل لن يكون ردها مقتصرا. نعم، الآن في منطقة غلاف غزة تسمع صافرات الإنذار، ما زالت تدوي صافرات الإنذار الآن في منطقة غلاف غزة، وأيضا في مناطق كبيرة في النقب. وكان أيضا هذا يأتي مع استمرار اجتماع المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر في مقر تحت الأرض في مدينة القدس، وأيضا سمعت صافرات الإنذار بها. لذلك نتحدث عن استمرار لعمليات الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه مناطق مختلفة بإسرائيل، سمعت صافرات الإنذار. الحديث عن سقوط صاروخ في مدينة تل أبيب بالقرب من مبنى، الحديث عن مبنى بالقرب من جامعة تل أبيب. نعم، الآن صافرات الإنذار تطلق في الجليل الأعلى، في الجليل الأعلى، وفي أيضا الجليل الغربي، المطلي وكفر جلعادي، هذه المناطق التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق عسكرية مغلقة في إطار عمليات البرية عند جنوب لبنان. الآن وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا تجر إشارة إلى تطور أمني آخر، 8 قتلى نتيجة إطلاق النار الذي حدث أيضا في مدينة تل أبيب. هبة، إذن والآن هناك تهديدات من 8 قتلى نتيجة، يتحدث يجب فورا قصف جميع منشآت النفط والغاز والنووي في إيران. طيب، إذن هبة، 8 قتلى، هذا ما تؤكده المصادر الإسرائيلية نتيجة هذا الرد الإيراني الحاصل الآن، أليس كذلك؟ هذه الأخبار ترد بشكل عاجل الآن. لا 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 لا، الأخبار تتحدث عن 8 قتلى نتيجة الحدث الأمني الذي حدث في يافا من عملية إطلاق نار من قبل مسلحين 2 قبل عملية إطلاق الصواريخ من إيران بدقائق معدودة. تماما، وهذا الحدث الأمني غير معروف حتى هذه اللحظة هبة، لذلك نعم هناك الآن التركيز على هذه النقطة كي نعرف هل هو مرتبط بما يجري الآن أم ثم شيء حتى اللحظة غامض.
نعم، قبل إطلاق الصواريخ من إيران حدث إطلاق نار في مدينة يافا في تل أبيب، والحديث عن موقعين مختلفين. كان الحديث عن عدد إصابات كبير، 17 إصابة. الآن تم التأكيد عن 8 قتلى نتيجة عملية إطلاق النار الذي قام بها مسلحان اثنين. وأيضا تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية الآن وتنقل عن مسؤولين إسرائيليين بتهديدات مستمرة ردا على الهجوم الإيراني، وليبرمان يقول ويطالب بأن تكون هناك رد فوري من قبل إسرائيل بقصف جميع منشآت النفط والغاز والنووي في إيران. الآن أيضا ما زالت تطورات ميدانية ليس على صعيد الإطلاق الصواريخ. الشرطة الإسرائيلية تتحدث عن مسلحين في منطقة هرتسلية داخل فندق، ويتم استدعاء قوات الشرطة لتمشيط المنطقة كحدث أولي، اشتباه أيضا بحدث أمني في هرتسلية. تم أيضا إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان لهذا اليوم أيضا لمدينة تل أبيب 3 مرات. تم إطلاق رشقات صاروخية باتجاه هذه المدينة أرض أرض. الحديث عن أيضا سقوط لصاروخ حتى الآن بالقرب من مبنى في جامعة تل أبيب نتيجة الصواريخ التي أطلقت من إيران. طيب. وكان أيضا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي طالب من الإسرائيليون بالإبقاء بأماكن آمنة وبالقرب من الملاجئ، وكان يقول بأنه إسرائيل تتوقع برد إيراني سريع وأوسع مما كان عليه في نيسان الماضي، ولكن لم يعني بعد دقائق أو 10 دقائق على الأقل فقط من إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لتعليمات على صعيد الجبهة الداخلية حدث هذا الهجوم من قبل إيران. لم تتوقع إسرائيل أن يكون بهذه السرعة، على الرغم من أنه كان قد حذر بأن يكون أوسع الهجوم مما كان عليه في نيسان الماضي. كانت هناك تهديدات إسرائيلية في حال كان هناك رد من إيران فستقوم إسرائيل بقصف منشآت نفطية في إيران وتنفيذ عمليات داخل أراضي الإيرانية. هذا يأتي أيضا مع رشقات صاروخية أيضا أطلقت من جنوب لبنان خلال هذا اليوم في الجليل الأعلى في الجليل الأسفل. كانت أيضا التقديرات تشير بأنه في حال حدث هجوم إيراني فستكون وجهاته مقرات عسكرية ومنشآت لسلاح الجو الإسرائيلي. تم إخلاء 3 قواعد لسلاح الجو الإسرائيلي قبل هذا الهجوم، وتم إبلاغ إسرائيل عن هذا الهجوم من قبل واشنطن بعد ظهر هذا اليوم بحسب ما تتحدث عنه إسرائيل. وتم إخلاء 3 قواعد لسلاح الجو الإسرائيلي في إسرائيل، لأنه كانت تتوقع أن يكون وجهته طيب. وجهة الصواريخ. ستبقين معنا هبة، سأعود إليك بعد قليل. الاستخبارات الإسرائيلي شمال مدينة تل أبيب 8200. طيب، ستبقين معنا يا هبة وناهد كذلك، سأعود إليكما بعد قليل. من واشنطن كذلك الباحث في الشأن الإيراني الدكتور حسن هاشمية. مرحبا بك دكتور حسن، ماذا يمكن وصف ما يجري الآن؟ أكثر من 400 صاروخ باتجاه إسرائيل، هذه المرة لم تكن مسيرات، هل هو الرد الفعلي الجدي أو ماذا؟ نعم، تحياتي لكم ولمشاهدي الحدث. أعتقد المهم هو النتيجة والخسائر التي ستأتي بعد إطلاق هذه الصواريخ، وليس حجم الصواريخ وعدد الصواريخ. أنا أعتقد أن إيران بعد مقتل حسن نصر الله والهجوم البري الإسرائيلي وفقدان القوة الردعية أو الخط الأول للدفاع عن مفاعلها النووي في لبنان وهو حزب الله، الآن تحاول بناء قوة ردعية من خلال الصواريخ، ولكن هذه القوة الردعية يمكن بناءها إذا حجم الخسائر كبيرة.
ولكن أنا أتوقع أن هذه ستكون مثل سابقاته والمسرحية السابقة التي رأيناها في أبريل أو نيسان الماضي. ولذلك أنا أعتقد أن لا يمكن لإيران أولا بناء هذه القوة، وثانيا يجب عليهم أن ينتظرون الرد الإسرائيلي، وهناك بحث لاتفاق مع إسرائيل. الآن الحرث الثوري يقول إذا إسرائيل ردت علينا سنضربها مرة ثانية، هذا يعني يبحثون عن اتفاق مع إسرائيل، لذلك يبقى هذا الاتفاق على هذا الحد من الهجوم، وعلى إسرائيل تتزم بهذا الحد من الهجوم. ولذلك أنا أعتقد أن هذا مؤشر يا دكتور حسن هاشميان على أن هذا الموضوع يشبه ما جرى فيما سبق، ضربة رد وبعد ذلك تتم ترتيب الأمور بطريقة مختلفة. هذا ما يبحث عنه النظام الإيراني، ولكن لدينا معلومات أن في آخر لحظة علي خامنئي قرر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، وهناك كان اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي وكل المؤسسات الاستخباراتية والأمنية والعسكرية وممثلينها في إيران، وأيضا حضر عبد الله صفي الدين. ولكن يا دكتور حسن هاشميان، أمر إطلاق الصواريخ على إسرائيل صدر عن المرشد علي خامنئي بشكل مباشر. نعم، علي خامنئي هو الذي أمر بهذه القضية ومن خلال هذا الاجتماع، وتقرير عبد الله صفي الدين كان سيء جدا. هناك خسائر كبيرة في صفوف حزب الله، في الصواريخ، في أمور مختلفة، ولذلك علي خامنئي قرر بهذا الشكل. وهناك حديث يجري الآن في طهران ويجري بين الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية والعسكرية الإيرانية، إذا الآن لم نرد على إسرائيل مضطرين في المستقبل القريب بعدما أن إسرائيل ستكون تهاجم مراكزنا النووية وغير النووية سنضطر هناك نرد عليها، ولذلك هم قرروا. طيب الحرس الثوري يا دكتور حسن، مضطر أن آتي معك إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشة الحدث الآن. العملية أتت بعد ضبط النفس على اغتيال إسماعيل هنية، ماذا نقرأ من هذا التصريح؟ يعني هذا تبرير لمقتل إسماعيل هنية، لأن الآن المواطن العربي يشعر بالفارق بين إسماعيل هنية وحسن نصر الله، يشعر بأن عندما يقتل فلسطيني في الأراضي الإيرانية إيران لم تتحرك، ولكن عندما يقتل شخص مدافع عن النظام الإيراني و ملتصق بالنظام الإيراني إيديولوجيا وفكريا وكل شيء، إيران تقوم بهذه الحركة بهذا الشكل، ولذلك هذا التبرير. ولكن جمعت إيران في بيانها وأخبارها التي أذعناها قبل قليل بأن ما يجري الآن هو رد على اغتيال إسماعيل هنية واغتيال نائب قائد الحرس الثوري في لبنان وكذلك أمين عام حزب الله حسن نصر الله. نعم، هذه من ضمن الدعاية الموجودة في إيران، ولكن لماذا وقفوا كل هذا الزمن الطويل بعد مقتل إسماعيل هنية والآن هم يردون؟ هذا السؤال هو يطرح في الشارع العربي ويطرح في كل مكان ويطرح من كل مراقب، ولذلك أنا أعتقد أن عيون النظام الإيراني هناك فرق كبير بين حسن نصر الله وإسماعيل هنية، ولذلك هما الآن قاموا بهذه الحركة. ويجب أن نقول أن هذه ليس حركة أن تردع إسرائيل، وأنا أعتقد أن إسرائيل سترد على النظام الإيراني وسترد بقوة، وهناك مراحل للرد سترونها وربما ستذهب إلى المواقع النووية، ولذلك هذا الرد هو سيبقى في إطار الدعاية والبروباغندا، ويقولون نحن عملنا شيء. لماذا دعاية دكتور حسن؟ لماذا تصفون هذا الرد بأنه دعاية؟ والصواريخ وصلت إلى إسرائيل كذلك. من وصلت يا سيدي؟ وصلت، ولكن ما النتيجة من هذه الصواريخ؟ هل ضربت هدف استراتيجي؟ هل غيرت موازنة؟ هل ضغطت على الحكومة الإسرائيلية لوقف مثلا عدوانها في غزة أو في مكان آخر؟ هل غيرت المعادلة؟ لا، هذه الصواريخ هي تشبه كأنها ألعاب نارية،
يجب أن نرى نتائجها، أن ما يحدث على الأرض، كيف هذه الصواريخ تصبح قوة رادعة للنظام الإيراني والمجموعات التابعة للنظام الإيراني، من حزب الله إلى حماس إلى الحوثيين إلى جهات أخرى. ولذلك أنا أعتقد أن النتائج ستكون جدا ضئيلة، بكل الأهداف التي تحدثت عنها تكون جدا لا ضعيفة لا تغير. الرئيس الأمريكي يقول مستعدون لمساعدة إسرائيل في ردها على إيران. أسأل هنا، أين الولايات المتحدة الأمريكية؟ تعرف يا دكتور حسن، فيما مضى قيل بأن واشنطن كان لها دور في ضبط عقارب الرد الإيراني وتهدئة الإسرائيليين وإخراج ما وصف حينها بأنه غير رد جدي، بأنه شيء ليس جديا. الآن أين الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة أرادت أن تردع النظام الإيراني من توسع دائرة الحرب، هذا المهم للولايات المتحدة. ولكن عندما إيران تقوم بهذا الهجوم وتؤثر على الرأي العام الأمريكي، وخاصة أن هناك انتخابات، الحكومة الأمريكية والسيد بايدن سيقف مع إسرائيل وسيدعم إسرائيل بكل قواته. ولذلك أنا أعتقد أن ربما إذا هناك كانت خسائر كبيرة من خلال هذه الرشقات الصاروخية، الولايات المتحدة ستكون قدم بقدم مع إسرائيل في الهجوم على النظام الإيراني. طيب الآن إسرائيل تدرس ردا أوليا على إيران بصواريخ بالستية، كذلك يا دكتور حسن الأخبار تريدنا بشكل عاجل الآن على شاشة الحدث. تستطيع واشنطن من وجهة نظرك أن تضبط الأمور كما نجحت فيما سبق؟ إيران تحاول تقول أن عمليتها محدودة وعمليتها في إطار خاص، نحن نضرب وعلى إسرائيل لا ترد علينا. طيب. وتعطي رسالة للولايات المتحدة أن عليها تضغط على إسرائيل أن توقف إلى هذا الحد. طيب. ولكن من خلال الرسالة التي وجهها نتنياهو للشعب الإيراني، أنا لا أعتقد أن نتنياهو يقف على هذا الحد، ونتنياهو يعرف الموازين القوة، خاصة بعد مقتل حسن نصر الله وأضعاف حزب الله، ويعرف جيدا أن هذه فرصة مهمة لضرب المواقع النووية. طيب. وكالة رويترز دكتور حسن اسمح لي، نقل مرشد إيران علي خامنئي إلى مكان آمن عند إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل. إذن هذا الخبر وفق وكالة رويترز مشاهدينا، نقل مرشد إيران علي خامنئي إلى مكان آمن عند إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. نذكر بأن أمر إطلاق الصواريخ جاء من خامنئي بشكل مباشر. من القدس كذلك ستبقى معنا يا دكتور حسن، انضم إلينا المحلل السياسي شلومو غانور. سيد شلومو، ها هي إيران ترد على اغتيال إسماعيل هنية حسن نصر الله نائب قائد فيلق القدس الإيراني، ماذا ستفعل إسرائيل؟ إسرائيل سترد وسترد بعنف كما وعدت وكما تعهدت بذلك إذا ما تعرضت لهجوم من قبل إيران. وفعلا تعرضت إسرائيل قبل قليل لهجوم من إيران، لهجوم متعمد استهدف معظم مناطق إسرائيل، وضعت معظم سكان إسرائيل في المناجم. تغير شكل الرد الإيراني سيد شلومو اسمح لي، هذه المرة مختلف عن السابق، هذا كان يحسب حسابه في المنظومة العسكرية الإسرائيلية، ما يجري الآن مقبول إلى أي حد؟ إسرائيل كانت تتوقع ذلك، ولذلك إسرائيل اتخذت جميع الإجراءات الوقائية وكانت في حالة يقظة لمثل هذه الحالة، وأثبتت الدفاعات ومنظومات الدفاعات الجوية الإسرائيلية برئاسة منظومة حتس الإيرو 3
قدراتها على إسقاط معظم الصواريخ التي اجتازت المجال الجوي الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى الطائرات الإسرائيلية التي أيضا ساهمت في عملية الإسقاط، باستثناء أيضا طبعا إلى جانب شراكة الدول الائتلاف الغربي المتحالف ضد محور الشر الإيراني. وبذلك أسقط. أنت الآن، نحن الآن في حي مباشر ونستمع إلى سفارات الإنذار الإسرائيلية التي تضوي في منطقة القدس، والتي تحذر من احتمال وصول الصواريخ البالستية في الموجة الثانية التي أطلقت 10 دقيقة، والتي من المحتمل أن تتصدى لها منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية هنا في سماء مدينة القدس. ها هنا أسمع من المنطقة دوي التصدي للدفاعات الجوية الإسرائيلية. إذن على الهواء مباشر سيد شلومو غانور يقول بأنه يسمع دوي الصواريخ وكذلك إطلاق القبة الحديدية لاعتراض هذه الصواريخ المطلقة. ليس القبة الحديدية بل منظومة الدفاع الجوي التي تتصدى للصواريخ البالستية التي تسقط من الفضاء الخارجي. طيب، أين تعمل القبة الحديدية الآن؟ القبة الحديدية ليس لها فائدة الآن، لأن هذه صواريخ باليستية، وهي ما أطلق هو الآن هي صواريخ بعيدة المدى أرض باليستية، وهي في مسارها نحو الفضاء ومن ثم تعود إلى سطح الأرض. أي نجاعة القبة الحديدية ليس هي التي يمكن أن تكون بمثل هذا. وهذا يقودنا للسؤال مرة أخرى يا سيد شلومو، بأن هذه المرة الرد الإيراني مختلف، أليس كذلك؟ لا، ليس كذلك. الأمر يتوقف على نوعية الصواريخ التي استعملت في المرة السابقة. أيضا استعملت صواريخ ومسيرات، وتصدت لها أيضا منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية على مختلف أشكالها، بما فيها مقلع داود وأيضا حتس 3. القبة الحديدية مداها هو يختلف عن صواريخ البالستية التي أطلقت في المرة السابقة في شهر أبريل الماضي، وأيضا تختلف عن الصواريخ في الموجة الحالية التي تتعرض لها إسرائيل. تصحيحا مرة أخرى، مضادات الدفاع الإسرائيلية هي من تتصدى لهذه الصواريخ وليس القبة الحديدية، باعتبار أن الصواريخ المطلقة الآن على إسرائيل مجال القبة الحديدية لا يعمل فيها. ولكن أريد أن أسأل يا سيد شلومو، من هي الجغرافيا المستخدمة بعبور هذه الصواريخ؟ الجغرافيا هي من حسب المعلومات المتوفرة هنا في إسرائيل، أطلقت الصواريخ الإيرانية من عدة مناطق، يعتقد بأنها من 3 مناطق أو من مدن مختلفة في أنحاء مختلفة من إيران. ونسمع أيضا الآن تصدي منظومات الدفاع الجوي في سماء مدينة القدس وضواحيها. هذه الصواريخ اجتازت في طريقها على مسافة 1200 كيلومتر من إيران حتى إسرائيل، اجتازت الأجواء الجوية العراقية ومن ثم الأردن باتجاه إسرائيل. لذلك أعتقد بأن دول التحالف الدولي الغربي هي أيضا التي ساهمت بصورة فعالة في التصدي لهذه الموجة من العدوان الإيراني. طيب، نكتفي بهذا القدر. المحلل السياسي شلومو غانور من القدس كنت معنا، أعود إليك يا دكتور حسن هاشميان. كذلك أسأل دكتور حسن، عندما يتحدث البنتاغون بأن الهجوم الإيراني لم يستهدف القواعد الأمريكية، ومصادر حدث 6 صواريخ إيرانية سقطت في محور نتساري، ماذا يعني هذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ هل يؤخر مسألة مساندتها لإسرائيل أو لا؟ كل شيء منفصل في تعامل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص أمن إسرائيل كما تقول حكومة نتنياهو. يعني
يعني هذا يبدو أن النظام الإيراني وضع خطوط حمراء مع الولايات المتحدة وملتزم بهذه الخطوط الحمراء، ولكن الرد الأمريكي والتعاون الأمريكي مع إسرائيل يرجع إلى حجم الخسائر. دكتور حسن، ننتقل الآن إلى المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. نحن سندافع عن دولة إسرائيل، سيكون لهذا الإطلاق تداعيات، لدينا القدرات وسنفعل في المكان والزمان التي نقررها. أنا سأكون معكم هذه الليلة لأطلعكم على كل التطورات. تصرفوا بمسؤولية. الأسئلة: هل هناك توقعات موجات أخرى؟ أنا جئت إليكم بعد تقدير موقف في رئاسة الأركان، ونحن مع شركائنا في الولايات المتحدة نراقب المجال الجوي، وأصدرنا التعليمات بالخروج من الملاجئ، وسنواصل تعقب الوضع، وإذا حدثت أي تغييرات سنطلعكم وأنا سأخرج إليكم فورا. هل ستردون قريبا؟ لدينا خطط واستعدادات قوية، وسنجري تقدير للموقف ونرد في المكان والزمان الذي نكرره. هل نحن في حرب إقليمية؟ نحن في حرب متعددة الجبهات منذ فترة طويلة. هذه ليست أول مرة يطلق علينا فيها من إيران. هذه المرة كان واسع بالصواريخ، وكان الرد للدفاع مبني بشكل جيد. لا يوجد إصابات لدينا بسبب التصرف المسؤول من الجمهور والاستماع إلى التعليمات والدفاعات الجوية وشركانا أيضا الذين دافعوا عن مواطني دولة إسرائيل. نحن سنواصل التصرف بهذه الطريقة في الهجوم وفي الدفاع. هل الجيش سيرد فورا؟ لدينا قدرات واستعدادية، ونحن في ذروة جاهزيتنا وندير معركة في أكثر من جبهة. هذا النار خطير جدا وستكون له تداعيات، وسنتصرف في المكان والزمان الذي نكرره. سأعود إليكم كلما حدث تطورات. أطلب من الجمهور مرة أخرى التصرف بمسؤولية. كانت تصرفاتكم رائعة وأنقذت حياتكم، وهناك أحداث وعملية صعبة في يافا. تصرفوا بمسؤولية وسنكون على اتصال معكم في كل وقت. إذن مشاهدينا، الجيش الإسرائيلي، القوات الأمريكية شاركت بالتصدي للصواريخ الإيرانية، هذا الخبر الآن يريدنا. إذن يا دكتور حسن هاشميان، الجيش والقوات الأمريكية تشارك بالتصدي لهذه الصواريخ الإيرانية المطلقة باتجاه إسرائيل. هذا الموضوع يشي بأن واشنطن لديها خبر ولديها معلومة بأن الرد سيكون، وبالتالي هي ساعدت إسرائيل وضبطت الأمور بهذا الشكل والسيناريو الموجود حاليا على الهواء مباشر. أنا أعتقد أن النظام الإيراني تجاوز الإنذارات الأمريكية في هذا الصدد، وتجاوز توقعات الولايات المتحدة. لذلك الولايات المتحدة الآن لديها الحق أن ترد على النظام الإيراني، لأن هناك كان هجوم أيضا في العراق على المواقع الأمريكية. ولذلك أنا أعتقد المرحلة القادمة ستكون جدا مهمة ومصيرية، والولايات المتحدة ستكون حاضرة في هذه المرحلة. وأعتقد أن موضوع آخر يدخل في الحرب الجارية بين غزة ولبنان وإسرائيل، وهو الموضوع الملف النووي. ولذلك أنا أعتقد الولايات المتحدة الآن وصلت إلى آخر خطوطها في هذا الموضوع، ولذلك لا يبقى شيء إلا الهجوم على هذه المواقع. وهنا أعتقد أن الولايات المتحدة تتفق تماما مع إسرائيل، وإسرائيل ستتحرك بشكل قوي. أنت كنت تبحث عن حجم الضرر لتقيم ما يجري الآن يا دكتور حسن هاشميان. الجيش الإسرائيلي يقول لا إصابات حتى هذه اللحظة نتيجة هذه الصواريخ. إجابة سريعة منك، وبعدها كذلك سينضم إلينا ضيف آخر. تفضل دكتور حسن.
حجم الضرر سيعطي ضريعة كبيرة لنتنياهو ليتحرك بسرعة، ولكن على الرغم من كل ذلك أنا أعتقد أن نتنياهو سيتحرك ضد النظام الإيراني. طيب ستبقى معنا كذلك من عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. مرحبا بك دكتور. وكذلك من لبنان ينضم إلينا محفوظ. مرحبا بك أستاذ إلي. كذلك أريد أن أعرف منك يا دكتور نبيل أولا وقبل كل شيء الجغرافيا المستخدمة بهذا الرد. مساء الخير أستاذ حسين، تحية لك ولضيوفك الأعزاء. يعني شفت أنت الصواريخ انطلقت عبر الأراضي الإيرانية مرورا بالعراق إلى الأراضي الأردنية، ويعني قبل ما أدخل معك على اللقاء يعني كان في هنالك تصريحات للناطق الرسمي باسم الجيش الأردني تحدث عن عبور الصواريخ الإيرانية عبر الأجواء الأردنية. كان هنالك صاروخين سقطوا في منطقة تسمى سحاب ومنطقة تسمى السلط، لكنها بحمد الله لم تسفر عن أي أضرار سوى أضرار مادية. بعتقد أنه الأردن أعلن مرارا وتكرارا حسين أنه لن يسمح بأن تكون أجواء ساحة لتبادل الرسائل بين الخصوم والمنافسين بأي اتجاه كان، سواء من اتجاه إيران باتجاه إسرائيل أو بالعكس. وبالتالي أنا بعتقد أنه حتى هذه العمليات حسين أنت بتلاحظ أنه يعني تم إطلاق بحدود 300 صاروخ لم تحدث أضرار. طيب دكتور نبيل كما تفضلت قبل قليل. نعم تفضل. طيب دكتور نبيل، مسألة الرد يقال إن أطعمت فأشبع وإن ضربت فأوجع فإن شر الخيار أنصاف الحلول، هذا ما يجري الآن؟ نعم بالتأكيد، ولكن الآن هذا يعتمد على طبيعة الرد الإسرائيلي وكيف سوف يتم أو استثمار ذلك. حسين أنت شفت الهجوم الإيراني اللي جرى في 13 إبريل من جانب إيران على إسرائيل ردا على استهداف القنصلية أو المبنى التابع للقنصلية في دمشق، كيف ردت إسرائيل؟ تم إسقاط طائرة إبراهيم رئيسي في 14 مايو، يعني بعد أقل من 40 يوم حدث حادث غريب في إيران. وبعد حادثة البيجر بدأت وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن فرضية وجود بيجر مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأنه تم فعليا إسقاط هذه الطائرة. وبالتالي أنا بعتقد أنه على الرغم من محاولة الإيرانيين التهدئة عبر ما يسمى بعدم أن تكون هذه مثل هكذا هجمات، هي مفاجئة وباغتة، إلا أن إسرائيل قد تستغل ذلك لتوجيه ضربة عسكرية ضد البنية التحتية الإيرانية. أنا الآن وأنا بتحدث معك أسمع أصوات الصواريخ، أنا قريب من منطقة في الشمال تسمى محافظة جرش، وقريب من يعني مقابلي هي مدينة السلط اللي طيب تستطيع أن تفسر لي دكتور نبيل؟ نعم. طبيعة ما أتت عليه إيران قبل قليل بأن ما يجري الآن هو رد على اغتيال إسماعيل هنية ونائب قائد فيلق القدس وحسن نصر الله 3-1 مثلا، أو أن ما جرى في لبنان استفزها أكثر، وهل تفرق طهران بين الشخصيات الثلاث علما بأن نائب قائد الحرس الثوري ليس شخصية سهلة؟ صحيح، لكن قبله تم استهداف قاسم سليماني وهو الرجل الثاني في النظام الإيراني، وقامت إيران بعملية رمزية. أنا بعتقد أن الإيرانيين بدأوا يستشعروا الخطر، خاصة مع استهداف بعد أن خرجت من فلسطين بعد استهداف حماس وتدمير قدراتها العسكرية، ثم الآن ما يجري في لبنان. وبالتالي الخطوط التي وضعتها إيران فيما يعرف بالمصدات بدأت تنهار، وبالتالي الضربة القادمة سوف تكون لإيران. إيران تدرك ذلك، وهي تدرك أنه في حال انهيار هذه المصدات سوف تسعى إسرائيل إلى تفعيل ما يسمى باستراتيجية رأس الأخطبوط بشكل أكبر وبشكل أوسع عبر مزيد من عمليات الاستهداف. يعني عمليات التخريب لم تتوقف حسين، سواء عبر استهداف شخصيات إيرانية مثل علماء نوويين إيرانيين، عرابي برنامج الصاروخي، برنامج الطائرات المسيرة، قيادات من الحرس الثوري الإيراني، عمليات تخريب ممنهجة وعمليات استهداف ضد منشآت عديدة، وحتى تم سرقة الأرشيف النووي الإيراني. دكتور نبيل، بس نقطة
نقطة أخيرة فقط حسين في هذا الأمر، أنه ما أحرج الإيرانيين أنه إزالة الغموض عن ما تقوم به إسرائيل. يعني كان يخرج بنيامين نتنياهو على وسائل الإعلام ويتبجح ويقول أنه إحنا هنا سرقنا البرنامج النووي، الأرشيف النووي الإيراني بكامله، وأشار إلى صورة محسن فخري زادة وقال عليكم أن تتذكروا هذا الاسم، وتم اغتيال محسن فخري زادة في قلب العاصمة طهران، ثم تطورت الأمور لتصل إلى إسماعيل هنية. وأنت شفت بعد عمليات الاختراق الممنهجة واستهداف أمين عام حزب الله اللبناني، رويترز ذكرت أنه حتى مرشد الثورة نقل إلى موقع آمن، وبالتالي فرضية الاختراق توسع هذه العمليات هي تبقى فرضية واسعة، وأعتقد أنه سوف يكون هنالك تصعيد من جانب إسرائيل بشكل غير مسبوق، حيث أنه سوف تقوم باستغلال هذه العملية. الرد الإسرائيلي على إيران هذه المرة سيكون مختلفاً، هذا ما تتحدث به هيئة البث الإسرائيلية. سيد إلي محفوظ، من يتابع الآن ما يجري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كذلك ومن خلال الآراء التي ترد بشكل مباشر، البعض يقول بأنه الرد المزلزل، وآخرون يقولون بأنها ألعاب نارية. أنت من أي الطرفين؟ رأيي ولا ذاك. نحن أمام مشهد مختلف تماما بالإقليم. واضح بأنه بعد هذه المرحلة لبنان لن يكون لبنان الميليشيا والهيمنة الإيرانية، وكذلك الأمر بالنسبة لإيران لن تكون إيران على ما كانت عليه منذ عقود من الزمن، وهذا الأمر بطبيعة الحال سينسحب على سوريا وعلى العراق وعلى اليمن وعلى كل المنطقة. صار واضح بأنه الهيمنة الإيرانية على المنطقة ستبدأ بالأفول، وبدأت هي فعليا بالأفول. اثنين، تبدل لنا شيء خطير وملفت بعد اغتيال زعيم حزب الله، انه هذا الحزب اللي كان حزب وميليشيا واحدة موحدة يحكمها رجل واحد تشغلها إيران، اليوم هناك رأيان داخل هذا الحزب وهناك حزبان. يعني صار عندنا اليوم في مجموعة الحرس القديم إذا بدي سميها، يلي عم بيخوضها بالمباشر الحرس الثوري الإيراني واللي بيمثلها بعض أعضاء بمجلس الشورى، في الرأي الآخر يلي بيعبر عن سياسة جديدة بالحزب، وبعتقد بأنه الكلام اللي نقله الرئيس نجيب ميقاتي عن رئيس مجلس نواب نبيه بري يمثل ويجسد الطرح الأخير اللي عم بيحكي عنه، يلي هو الرأي السياسي الملاحظ إذا صح التعبير للتشدد الحاصل، لأنه واضح بأنه بيئة حزب الله اليوم مشتتة، موجودة على الطرقات، موجودة بالفنادق، موجودة بالأزقة، اليوم الناس كانت تحت المطر، وهذه البيئة التي كانت تتبجح بهذا الحزب وهذه الميليشيا ما لقيت يد هذه الميليشيا تمتد لها وتساعدها. لساعدها هو المواطن اللبناني، هو السنة اللبنانيين، هن المسيحيين اللبنانيين، هن الدروز اللبنانيين، يلي لفترة طويلة من الزمن اتهموا هؤلاء بأنه صهاينة وبأنه هن لا يؤيدون خط المقاومة. أنا من هون بدي أنظر لما يجري، عم بحكي هلأ بالواقع اللبناني بعد ما رحت على ما يدور بين إسرائيل وإيران، لكن هذا كله بيخدني على استنتاج، وهو أنه واضح بأنه إيران تلعب الأوراق الأخيرة في الثورة الإسلامية الإيرانية داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. شو يعني تلعب الأوراق الأخيرة؟ يعني هي بتعرف أنه لن تعود إلى ما كانت عليه، ونقل المرشد إلى مكان آمن وهو أمر يعني جديد بالنسبة لألون، هذا يدل بأنه استشعار الخطر بات يقض مضجعهم ودخل إلى منازلهم. طيب، فقط أريد أن أتوقف عند نقطة سيد إلي. الآن تقول إيران بأن هذا هو الرد على اغتيال إسماعيل هنية، وأنا دققت عند هذه النقطة كثيرا، وحسن نصر الله ونائب قائد فيلق القدس، برأيك هل هذا بالفعل ما يجري، أو أن ما جرى لحزب الله وحسن نصر الله هو من قاد إيران لاتخاذ هذه الخطوة، باعتبار أن صبرا استراتيجيا وصف من إيران تجاه اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها؟ يعني هذه المسألة مررتها إيران، ولكن اغتيال حسن نصر الله أدى بها إلى هذا الرد أو أجبرها على هذا الرد؟
حضرتك بتعرف المثل اللي بيقول كذر الرمادي في العيون. نعم. إيران وصلتها رسائل شديدة اللهجة من الشارع الشيعي المؤيد لحزب الله، وحضرتك أشرت بالمقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي ماذا حصل. أصوات كثيرة من هذه البيئة طلعت تتهم إيران بأنه باعت حزب الله وباعته بالرخيص. مشان هيك استجمعت كل هالأشخاص يلي قتلوا وقامت بما قامت به اليوم من بين مزدوجين هذه المسرحية. لكن سميتها ماذا أنا عن مقتل قاسم سليماني؟ ألا تريد سميتها ألا تريد أنا ثلاثة بواحد؟ ألا تريد إيران كمان تحصيل حقوقها؟ نعم نعم. لكن 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 يعني كان الأجدى بهذه الإيران طيب أن تحصل حقها وحقوقها ومعنوياتها من بعد تصفية قاسم سليماني، وهذا الأمر لم يحصل. طيب. اللي عم بيصير اليوم هو رد مباشر للشارع الشيعي، لا يقولوا لهم، وأنا استعملت مثل ذر الرماد بالعيون، أنه لا نحن بعدنا معكم، نحن حتكونوا ليكم شو عم نعمل كرمالكم. طيب دكتور حسن هاشميان، بعد قليل سأعود إليك يا دكتور نبيل. دكتور حسن هاشميان، الآن ما الذي يمكن أن توصف به حالة إيران في هذه اللحظات الآن؟ هل هو تخبط سياسي؟ هل هو عدم إدراك اللحظة؟ هل هو ضعف؟ هل هو الصبر الاستراتيجي؟ هل طهران تحضر لشيء ما والفترة هذه لا تريد أن تقوم بعمل كبير مثلا، أو ماذا؟ أنا أعتقد أن النظام الإيراني أو إيران هي الغطة التي صورت نفسها سبع والآن تنكشف أمام الجميع. يعني الآن قامت بهذه العملية الهزلية، وثم تريد من خلال هذه العملية تخدع على قولة بعض المحللين الشارع الشيعي في لبنان أو الموالين الذين يقفون معها. يعني العالم تعرف جيدا أن كل حركة عسكرية وكل هجوم عسكرية هو مشروط بنتائجه وتأثيره وما يحصل بعده والتغييرات التي تأتي على أثر هذا الهجوم. هذا ليس هناك أي مؤشر بهذه القضية. يعني هناك عملنا هجوم وهددنا وكذلك قمنا بهذه العملية، هذا لا أعتقد أن المراقب الحيادي يقبلها، حتى الشارع الشيعي لم يقبل هذه القضية. ولذلك الآن إيران انكشفت للجميع، انكشفت للشارع الشيعي أولا، انكشفت للموالين، وحتى انكشفت في الداخل لهؤلاء الذين يدعمون النظام الإيراني. شكرا جزيلا لك من واشنطن الباحث في الشأن الإيراني دكتور حسن هاشميان. دكتور نبيل العتوم، انكشفت إيران وإن كان الجواب نعم، لماذا تذهب الشعوب العربية فرق عملة؟ يعني ما الذي استفادته كل الأطراف التي استغلتها إيران ووظفتها لصالحها؟ يعني الإيرانيون سوف يقاتلون حسين حتى آخر لبناني وحتى آخر فلسطيني وحتى آخر يمني وحتى آخر عراقي. وكما تعلم يعني الآن هنالك ضربة قوية لإيران خصوصا بعد اغتيال حسن نصر الله، هذا سوف يكون له تأثير كبير من خلال مجموعة من الجوانب، تأثير على بنية حزب الله، خصوصا أنه الآن إحنا نتحدث عن فراغ كبير في القيادة بعد استهداف أكثر من 530 واحد من قيادات الصف الأول والثاني والثالث. هناك ضعف في التنسيق والقدرة على التواصل واتخاذ القرارات، ليس فقط داخل حزب الله اللبناني وشبكة الاتصال، بل بين إيران وحزب الله اللبناني اللي كان بيمثل غرفة عمليات لنفوذ إيران لمداخل الأزمات الإقليمية برمتها. يعني غرفة حزب الله، غرفة العمليات، كانت تضم ميليشيات طيب. إيران في العراق وفي اليمن وفي في في وفي فلسطين وفي غيرها من المناطق. الأمر الثاني، تداعيات ما حدث ويحدث على المشروع الإيراني، يعني سوف يكون له تداعيات كبيرة وخطيرة جدا، حيث كان نصر الله أحد الأدوات الرئيسية لنفوذ إيران ليس في العراق بل في المنطقة. الآن هنالك زعزعة لتحالف المحور الشيعي، هنالك تأثير على الحلفاء الإقليميين في المنطقة، في سوريا، في العراق، في لبنان، في كل المنطقة. وبالتالي حتى الآن موضوع مستقبل السلاح. نعم. ولكن يا دكتور نبيل، إذا سمحت لي، حتى اللحظة رغم كل ما جرى في هذه البلدان العربية
هناك من يعتقد بأن إيران بالفعل تعني ما تتحدث به دائما، تريد أن تحرر فلسطين والقدس وغير ذلك. يعني إلى عند من الخطأ؟ عند المستقبل العربي؟ عند بعض الشباب العربي الذي يصدق هذه النظرية بين قوسين أو ماذا؟ كيف استطاعت أن تصل إلى هذا العقل؟ يعني هنالك دعني أسميه سوء فهم وعدم فهم حتى للسياسة الإيرانية. يعني أنا درست بإيران وأدرك تماما ما معنى السياسة الإيرانية، يعني اسمع تفرح من الإيرانيين جرب تحزن. وكما تعلم خلال الفترات السابقة والحالية والمستقبلية الإيراني دائما لديهم خطاب راديكالي، ولكن هناك سلوك براغماتي على الأرض. هنالك لديهم التجار بالشعارات اللي بيطرحوها. يعني الآن أنت تصور لما يقول لك مارك بدر إسرائيل، الموت لإسرائيل، وفعليا إسرائيل ليست العدو رقم واحد بالنسبة للجانب الإيراني. يعني أنا عندما حللت المناهج الإيرانية وجدت العرب هم العدو رقم واحد، الأتراك رقم اثنين، والروس رقم ثلاثة. وبالتالي حتى لا يوجد هنالك ذكر لما يسمى بإسرائيل كعدو، وبالتالي هذا ما يمكن ترسيخه في عقل ووجدان الطالب الإيراني والمدارس الإيرانية والجامعات الإيرانية اللي بتخرج الدبلوماسي والأمني والسياسي والعسكري وغيرهم. الأمر الثاني أنه أنا بعتقد عدم فهم للمشروع الإيراني أيضا، إحنا ما عندنا مراكز دراسات، ما عندنا باحثين متخصصين في الشأن الإيراني بمعنى درسوا في إيران يستطيعوا توضيح الصورة للشارع العربي، للعقل العربي. وهذا أمر مهم جدا، لأنه إحنا الإيرانيين شوف لديهم كثير من المراكز الدراسات والأبحاث، وهذا بحث طويل جدا حسين، اللي بتدرس الدول العربية بشكل مفصل، تحاول أن تلعب على مشاعر العالم العربي، مرة بالطائفية، مرة بالمذهبية، مرة بالتوسل بالدين، مرة بالتوسل بشعارات الثورة اللي كل بيدرك أنه هذه الشعارات. ولكن من يتحدث برأيك لابد كذلك أن تسمع مني هذا السؤال يا دكتور نبيل. يقال عندما تتحدثون بهذا الرأي عن إيران لأنكم تريدون أن تطبعوا مع إسرائيل، لأنكم في لحظة من اللحظات تقولون بأنه يجب مخاطبة الإسرائيليين وغير ذلك. كذلك الشاب العربي ومن هو يقتنع بإيران وأسلوبها وشعاراتها لابد أن يسمع منكم الإجابة لها. شوفوا الآن ينخدع، من يسمع شعارات إيران هو ينخدع. إحنا مش من دعاة، إحنا وقعنا اتفاقية سلام حسين مع الإسرائيل من عام 1994، وطرح الملك حسين في تلك الفترة رحمة الله عليه أنه الحكومات ضروراته والشعوب خياراته، ونحن لا نجبر أي أحد على التطبيع. بموازات ذلك إحنا ما منعني بتعريف مصادر التهديد. أنا بعتقد أنه إيران هي العدو رقم واحد وإسرائيل هي العدو رقم اثنين في تعريفنا لمصادر التهديد. الآن الإيرانيين عم بيحتلوا 4 عواصم عربية، استنزفوا قدرات المنطقة، استغلوا اللي كان العراق، شوف أنت بعد العام 2003 تم تدمير العراق اللي كان يعتبر جدار برلين العربي، شوف نشروا فيه ودمروا ورجعوا 2000 سنة إلى الوراء. استغلوا الربيع العربي بعد العام 2011، ماذا فعلوا في سوريا؟ طرحوا فكرة ما يسمى برحلة العبور إلى المتوسط أو رحلة الأمل، كما عبر عن ذلك حبيب الله سياري قائد البحرية الإيرانية، وقال أنه حتى محمد علي أبطح وغيره من المسؤولين قال نحن بيتنا الآن نحتل 4 عواصم عربية. الأردن الآن حتى يواجه تهديد خطير، نصف الجيش الأردني بالمناسبة حسين موجود مع الحدود مع إسرائيل، والنصف الآخر موجود على حدودنا مع سوريا اللي باتت أحد مصادر التهديد من خلال وجود ميليشيات إيران وأذرعها، وبالذات حزب الله اللبناني. فبالتالي الخلاص من حزب الله اللبناني هو رح تعتقل المنطقة من جرائم هذا الحزب اللي أعمل قتل وتدمير في المنطقة، شو عملوا في سوريا. وبالمقابل حرب المخدرات والسلاح اللي إحنا بنعاني منه ليل نهار، إحنا كل 40 يوم عندنا عملية تهريب مخدرات، تهريب سلاح، تهريب 3000 نوع من الذخيرة، كل ذلك بهدف إرباك الوضع الداخلي الأردني. وقيس عليه شو اللي بتعمله بالدول العربية الأخرى. شكرا جزيلا لك من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. إذن مشاهدينا نتابع نقل الأخبار صوتا وصورة من مصادرها وعلى الهواء مباشر لحظة بلحظة، تابعونا ونحن سنزودكم بكل تفصيل على الهواء مباشر من مكان الحدث من بيروت. كذلك الصحفي والكاتب السياسي رامي النعيم ينضم إلينا. أستاذ رامي مرحبا بك. أكثر من 200 صاروخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، هذا هو الرد الفعلي عند هذه اللحظة؟ ستتوقف الأمور أو ثمة شيء سيكون فيه سلسلة تتابع أخرى؟
أولا هذا رد فولكلوري كعادة إيران. إيران لا يمكنها أبدا أن تنجر إلى حرب أكبر من قدراتها ومن إمكانياتها. ضربت حوالي 250 صاروخ حتى الآن، وبحسب المصادر الغربية والإسرائيلية ليس هناك إصابات داخل إسرائيل. لماذا فولكلوري أستاذ راني؟ اسمح لي لماذا فولكلوري وإيران تقول بأن الصواريخ أصابت نحو 80% من أهدافها، علما الجيش الإسرائيلي يقول لا إصابات ومعظم هذه الصواريخ سقطت؟ نعم. أولا الإعلام الإيراني والمصادر الإيرانية يمكن تكذيبها دائما، لأن لا مصداقية ولا حرية إعلام داخل إيران، في حين أن بإسرائيل لا يمكن أن يسقط ضحايا، ويمكن للإعلام الإسرائيلي أن يخفي هذا الأمر. هناك معارضة وهناك أصوات تصرخ وهناك مدنيين يسقطون، فالفرق بحرية الإعلام كبير بين البلدين، على الرغم من عدائنا لإسرائيل، ولكن هذه حرية يجب أن هذا أمر يجب أن نقوله. أعطت إيران اليوم ذريعة كبيرة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأن تضرب المفاعل النووي والأبار النفطية في إسرائيل في إيران، وهذا قد يلحق ضررا كبيرا في إيران. قد يكون هناك مخطط للقضاء على خامنئي. جنون نتنياهو لا يوصف وليس له حدود. اغتال حسن نصر الله، اغتال هنية، ولا أستبعد أن ينهي الخامنئي ويغتال خامنئي. ما لا أحد يستطيع أن يرد نتنياهو. ما تفعله إيران هو فقط لأن الصيحات في العواصم التي احتلتها إيران، إن كان في بيروت وإن كان في بغداد وإن كان في اليمن وإن كان في سوريا والكثير من المناطق، هذه المناطق التي احتلتها إيران، يقولون بأن إيران تخلت عن المقاومة. من هذا المنطلق تريد أن ترد، وهذا الرد لم يؤذي إسرائيل. لذا لا يمكننا أن نقول بأن إيران قامت بأي خطوة جدية وفعلية. اغتيال نصر الله الذي يعتبر أحد أبرز الرموز الدينية بالنسبة لكل الذين يقفون إلى جانب إيران، لا يكون بإطلاق صواريخ على إسرائيل ولا من دون إصابات، يكون بمحاولة اغتيال قيادي كبير إسرائيلي، رئيس حكومة، مسؤول في الجيش قيادي، يكون بمحاولة تفجير داخل إسرائيل. أنا لست خبيرا عسكريا، ولكن على الأقل أنا لو كنت من فريق المقاومة ما أعرف جيدا بأن هذه مسرحية ولن تنطلي على أي أحد هذه المسرحية. طيب ما الذي ستفعله إيران كي يا أستاذ إلي محفوظ كي تصدقونها من تتابعون الشأن الإيراني، وكي لا يقال بأنها مسرحية؟ لا رأيك ولا رأي الأستاذ نعيم ولا رأي الدكتور حسن ولا رأي الكثير من الناس، يعني أنا دائما أنقل لك يعني المتابعة، يعني ما الذي يجب أن تفعله؟ تسألني أنا؟ ضحكني سؤالك. أسأل الأستاذ إلي محفوظ. ضحكني سؤالك كتير صراحة، وبتمنى نسحب هذا السؤال، لأنه يعني كأنك عم تطلب من الشر أن يلتقي مع الخير، عم تطلب مع المخرب أن يستمر بتخريب العواصم العربية، عم تطلب أن نصدق ليس فقط الكاذب. ورح أعطي إشارة سريعة، عملوا شيء اسمه فيلق القدس، هذا الفي ولم يرمي حجر طوال عقود من الزمن باتجاه إسرائيل. وهذه المسرحية اللي شاهدناها اليوم، يلي ما بعرف كم قتيل أو كم إصابة، الجيش الإسرائيلي يقول لا إصابات. وبالمناسبة ليس فيلق القدس فحسب، هناك يوم للقدس تحتفل به إيران ويحتفل بها مناصروها. لذلك عم تطلب مني صدق دولة خربت بلبنان وشغلت ميليشيا ودمرت بلبنان، والمفارقة عم بتطلع على أرض جنوب، على قرى جنوب، على بيوت أهلنا بالضاحية بالجنوب وبالبقاع. خربي يا إيران وتعي يا خليج عربي عمري، قتلي يا إيران وتعي يا خليج عربي طبيبي هؤلاء اللبنانيين، حرقي يا إيران وتعوا يا دول عربية رجعوا من أول وجديد، رمموا وزرعوا وعمروا وقدموا هبات وعطوا مساعدات وعمروا مستشفيات. ولكن تحرير القدس يحتاج إلى التضحية يا سيد إلي، يعني كل ذلك هلأ هون كل ذلك في سبيل القدس وطريق القدس الذي مر من مناطق كثيرة، القصير. لحظة أنا واليمن. لبناني ما إلي علاقة بالقدس، عم خبرك إياها من الآخر. أنا أرأس حزب سياسي اسمه حزب حركة التغيير، كنا جزء من 14 أدار،
أنا معني ببيروت ومعني بطرابلس ومعني ببعلبك ومعني ببنت جبال وهمي لبنان. هلأ بيبقى عندي شيء هون فائض على أهلي بساعد القدس وبساعد العراق وبساعد أي دولة أخرى، لكن أن يطلب من لبنان يلي صار له أكثر من 70 سنة حامل هذه القضية على كتافه، دمر من أجله، حرق من أجله، قتل نخبة الانتليجنسيا من أجله، يجي اليوم الإيراني يمنني ويقول لي حط إيدك بإيدي لنشوف شو بدنا نعمل بالقدس؟ لا، أهل القدس هم أولى بشعاب القدس وأهل فلسطين هم أولى، هن بيطلبوا حجم التضحيات اللي يجب أن تقدم والمساعدات. حتى اللحظة فلسطينيين مغلوب على أمرهم، طيب. مثل من عمل هذا رأيك يا أستاذ، من عمل بالسوريين، هذا رأيك، من عمل باللبنانيين، هذا رأيك وسؤالي هذا موقف طبعا. عفوا أنا مني محلل، هذا موقف، طيب. أنا طيب. عم بنقول لك موقف لبناني، طيب. لشريحة كتير كبيرة بلبنان تعتبر بأنه لبنان أولا وأخيرا وبأنه لا يعلو أي قضية، طيب. على القضية اللبنانية، طيب. هذا رأيك وهذا موقفك يا سيد إلي. أستاذ رامي نعيم، لماذا لا تريدون تحرير القدس؟ لماذا لا تنجرون خلف هذا الشعار؟ نحن عمل من أجل تحرير القدس، من قبل إيران، وتوظف الكثير من الأذرع من أجل هذا الهدف الذي يصفه البعض بأنه سامي بين قوسين. نعم، تحرير القدس هو عمل سامي طبعا، ومن قال أننا لا نريد تحرير القدس؟ ولكن نحن لا نريد أن ندفع ثمن تحرير القدس تدمير بلدنا ودمار بلدنا. تحرير القدس يكون ضمن الإمكانيات، نحن ننضوي ضمن جامعة الدول العربية. عندما تقرر السعودية والخليج أن يحرروا القدس فلنذهب معهم، عندما تقرر مصر فلنذهب معها، ليس عندما تقرر إيران لأجندة سياسية فارسية في المنطقة ولمحاولات فرض سلطتها وهيبتها يتدمر لبنان وتتدمر الدول العربية تحت شعار كبير. اليوم الجميع يقول القدس القدس، إنما الحقيقة ليست القدس، الحقيقة هي طهران. طهران نريد أن نجعل من طهران عاصمة عربية، عاصمة بشرق أوسطية كبيرة يمكنها أن تجلس في هذه المنطقة على طاولة المفاوضات وما إلى هنالك، وهذا أمر غير قابل للتطبيق وغير قابل ولا أي عقل يقبله. اليوم يحاولون أن يفرحوا في بيروت، يتم إطلاق النار فرحا بهذه الصواريخ من قبل فريق الممانعة، لأن الجميع يحتاج إلى خشبة خلاص، هم في طريق النهاية، هذه طريق النهاية، يحاولون اليوم أن يتكمشوا بخشبة الخلاص، بينما بال2006 كانوا ينتظرون كلمة من نصر الله لكي يخبرهم كيف انتصر وكيف ضرب وكيف دمر. اليوم هم لم يستطيعوا أن يفعلوا أي انتصار، وهذا الانتصار الذين فرحوا به أو هذه الفرحة اليوم أتت من إيران على إسرائيل، فمن فرح؟ فرح فريق المقاومة في لبنان، وهذا تأكيد أكثر وأكثر على أن نحن شخصيا لن نفرح. الفريق اللبناني لم يفرح بهذه الخطوة ولم يحزن بهذه الخطوة، نعلم جيدا أن الصراع الإيراني الإسرائيلي هو أصلا صراع ليس لمصلحة أحد. ألم يحرروا الجنوب وبالتالي أعادوا أرضا لبنانية كانت إليهم؟ كذلك هناك من يتحدث لك بهذه الصيغة. نعم، عندما حرروا الجنوب في 2000 أنا قلتها وأعيدها، كنا معهم، وفي 2000 حرر حزب الله الجنوب، في 2024 أعاد حزب الله إسرائيل إلى داخل لبنان. هذا تغيرت بوصلته بعد ذلك ننكر هذه أو غيرت يا أستاذ رامي؟ تغيرت البوصلة، لا، هو لا شيء يفعله حزب الله بقرار من حزب الله. حزب الله يأتمر بإيران، وهو قال ذلك، نصر الله قال ذلك في مؤتمر صحافي علني معروف، مالي وسلاحي وكل شيء لحزب الله هو من إيران، هذا ليس أنا من قلت ذلك. لذلك اليوم عندما تفتح هذه الحرب على غزة، وأنا قلت ورد عليها الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله يومها، عندما قلت أننا لم نفعل شيئا، أن إسرائيل لم تفعل شيئا مع لبنان، ضد لبنان بحرب غزة، نحن من فتحنا النار على إسرائيل بحرب غزة، وهذه هي نتيجة ما فعلناه، وهذه هي حصيلة القتلى والدمار، وأصبحت بيروت منكوبة والجنوب منكوب والبقاع منكوب، والناس على الطرقات يتبهدلون يبكون يجوعون، وكل ذلك ليس فدا المقاومة ولا فدا تحرير فلسطين ولا إسنادا لغزة ولا لأجل الجنوب، كل ذلك كرمل عيون الخامنئي الذي يستعمل لبنان ورقة في مفاوضاته مع الغرب وفي ضغطه لكي يحصل على مكاسب أكثر وأكثر من التي حصل عليها. طيب أستاذ إلي محفوظ، من ينقذ لبنان الآن؟ ما هو السيناريو الذي من خلاله
أو ما تبقى من لبنان، يعني لا نستطيع أن نقول لبنان لأن نحو 47 قرية أو أكثر في جنوب لبنان ومناطق أخرى يعني نزح أهلوها، وكذلك هناك يعني وضع اقتصادي وسياسي. ما هو السيناريو الذي من خلاله بالفعل يقال بأن البلاد الآن يمكن أن توضع على سكة السلم؟ سؤالك يحمل جوابين وشقين. أول شيء بدي طمنك ومن خلال الحدث ومن خلال حضرتك بدي طمن أول شيء اللبنانيين والدول العربية اللي بتحب لبنان عن جد ويلي حليفي للبنان، إنه هذا اللبنان اللي عمره 6000 سنة لا يموت ولن يموت، وكل من حاول أن يتطاول على هذه الأرض المقدسة وكل زعيم عربي أو أعجمي أو غربي أو إيراني أو فارسي حاول إنه يدنس تراب هذه الأرض بقيت الأرض هو راح، من زمن عبد الناصر مرورا بياسر عرفات مرورا بحافظ الأسد مرورا بالخميني الخامنئي حتى اليوم كلهم سيذهبون وسيبقى لبنان. أنا بدي طمن إنه هيدا اللبنان باقي وهذا لبنان راجع وراجع أحلى من مكان. اثنين، بالنسبة لموضوع إعادة إعمار لبنان مش المرة الأولى التي إيران تتسبب بتدمير قرى لبنانية وبيروت، ومش المرة الأولى يلي لبنان رح يكون إلى جانبه دول صديقة وحليفة، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية، الكويت، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا. طيب ألمانيا. هناك خبر عاجل أستاذ إلي، هناك خبر عاجل سبق لهم ومدوا يدهم. طيب هناك خبر عاجل الآن، مسؤول إيراني كبير لرويترز، طهران أبلغت روسيا مسبقا قبل شن هجمات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على ما يبدو هناك إخطار للولايات المتحدة الأمريكية. ما رأيك؟ هيدا بيأكد الكلام يلي كلنا عم نقوله، ضيوفك وحضرتك ونحن اللي قلناه، إنه اللي بده يضرب ما بيعطي خبر قبل بوقت، كأنه عم بيقولوا لهم حضروا حالكم، انزلوا على الملاجئ، ضبوا غراضكم، نحن رح نبعث هذه الصواريخ. والدليل بأنه كثير من هذه الصواريخ تم صدى بالأجواء، وفي على كل أكيد وردت عندكم إنه في صواريخ أسقطت حتى بجنوب سوريا. بس لكن بالشق السياسي بسؤال حضرتك، من سيعيد الاستقرار إلى لبنان؟ نحن خلال ما بدي أقول خلال أيام، لكن خلال أسابيع قليلة ستعود الحالة اللبنانية الطبيعية إلى سابق عهدها، ولن يكون هناك فئة تستقوي على الفئات الأخرى في لبنان. الدستور هو الفيصل، المؤسسات هي التي سترعى، وقريبا جدا يجب أن تناط كل أمور البلاد الأمنية والعسكرية إلى وحدات الجيش اللبناني إنفاذا وتطبيقا للقرارين 1559 و 1701، هو بداية لبداية أنقاذ لبنان. طيب أستاذ رامي، السيناريو المتوقع من أجل لبنان أو الذي يمكن العمل عليه أو التحريض عليه من قبل اللبنانيين والقوى اللبنانية من أجل لملمة الأمور وأنقاذ لبنان، البعض يطالب بتفويض رئيس البرلمان وكذلك رئيس الحكومة وإيجاد حل سياسي وغير ذلك، نريد أن نعرف ما هو المتوقع بالنسبة للبنان خلال الساعات المقبلة أو الأيام؟ نعم، أولا الحل في لبنان بإجماع أكثرية اللبنانيين، لن أقول كل اللبنانيين ولكن أكثرية اللبنانيين، الحل هو بالعودة إلى الحضن العربي. لا إمكانية أبدا للبنان بالاستمرار، لبنان خسر وبدأ ينهار وبدأ اقتصاده وأمنه وسياسته ومجتمعه بالانهيار لحظة الخروج من الحضن العربي، وهذا لا يعني تبعية، هذا يعني أن لبنان هو هذا جوه وهذا هو تاريخه منذ زمن، منذ نشأته حتى اليوم. هذا أولا. ثانيا علينا أن نفكر، وهذا ما يبحث اليوم، كيفية توحيد المعارضة. يجب على المعارضة أن تتوحد، ومعك اليوم الصديق إلي محفوظ اللي هو أحد أركان هذه المعارضة، على المعارضة أن تتوحد وأن تبحث كيفية إنقاذ لبنان. لا أحد يمكنه إنقاذ لبنان إلا هذه المعارضة التي عليها أن تتلقف ما يجري، عليها أن تستوعب حزب الله الذي سينتقل تدريجيا من العسكري إلى المدني، أقل هذا ما يبحث الآن.
حزب الله العسكري هو الذي دمر هذا الوطن. اليوم حزب الله السياسي علينا أن نعيده إلى التركيبة السياسية، لأنه بيئة وشعب وناس ومجتمع، لا يمكننا أن ننتشي بانتصار ما. نحن لم ننتصر، نحن منعنا الهزيمة، نحن منعنا انهيار لبنان، هذا ما يحدث الآن. لذلك على رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب التماهي مع المعارضة للوصول أولا إلى انتخاب رئيس جمهورية. انتخاب رئيس الجمهورية اليوم يصحح المسار ويضع سكة الدولة على يضع الدولة على السكة الصحيحة، هذا أولا. ثانيا، بعد انتخاب رئيس الجمهورية علينا أن نبحث في انتخابات نيابية مبكرة. بعد انتخاب رئيس الجمهورية علينا أن نبحث في انتخابات نيابية عاجلة، علينا أن نشكل حكومة، وعلينا أن ننتقل إلى المرحلة الإصلاحية، بداية انتخاب الرئيس ومن ثم ننتقل إلى الأمور الثانية. ولكن كل هذا يكون تحت مظلة عربية ودولية. طيب. لا خروج على الشرعية، لا كابتاجون، لا إرسال مخدرات ومتفجرات إلى أي مكان في العالم، لا تدخل عسكري وسياسي وأمني في أي بلد بالعالم. الحياد الإيجابي حياد البطريرك، والنائب النفس شعار الرئيس سليمان. إذا منخدهم هن هلأ بالمرحلة اللي جاية، هن بيكونوا خارطة الطريق إنقاذ لبنان في المرحلة المقبلة. يبقى من سيكون رئيس الجمهورية في لبنان؟ الخيارات كثيرة لن نحدد، ولكن هناك تزكية طبيعية لاثنين، الرئيس قائد الجيش جوزيف عون واللواء البيسري، هما الأكثر حظا اليوم. نسيت سليمان فرنجية. سليمان فرنجية أنا أعتقد حظه السياسي استشهد مع نصر الله، استشهد حظه السياسي، لا إمكانية لسليمان فرنجية بالوصول إلى قصر بعبدة. من كان يريد إيصال سليمان فرنجية ويمكنه إيصال سليمان فرنجية كان حسن نصر الله. اليوم سليمان فرنجية يعود إلى حجمه الطبيعي، لا يمكن أن تطرح سليمان فرنجية بحجم نائب رئيسا للجمهورية في ظل الأوضاع الحالية. اليوم الأمور اختلفت كليا، علينا أن نتكلم بجدية وننتهي من هذه المسخرة ومن هيمنة حزب الله على هذا الوطن. لا يمكن أبدا أن نطالب نائب شيعي واحد خارج عن حزب الله وحركة أمل في حال فاز بأن يكون رئيسا لمجلس النواب، وأن نطالب الأقلية السنية بأن تنتخب بأن تعين أو تقرر رئيسا للحكومة، هذا ليس عدلا. شكرا جزيلا لكما من بيروت، صحفي والكاتب السياسي رامي نعيم، وكذلك من بيروت القانوني ورئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ. إذن مشاهدينا، لكل المشاهدين الذين انضموا إلينا الآن، أطلقت إيران نحو 300 صاروخ باتجاه إسرائيل. نذكر بهذه الأخبار التي وردت قبل نحو 60 دقيقة تقريبا، وقالت إيران أن 80% من هذه الصواريخ أصابت أهدافها، ولكن إسرائيل تؤكد أن لا إصابات في هذا الهجوم. وسائل الإعلام الإسرائيلية أوضحت أن الصواريخ الإيرانية أطلقت باتجاه شمال ووسط وجنوب البلاد، حيث طالت الصواريخ منصة الغاز الإسرائيلية في مدينة عسقلان وعدد من المباني. هذا واعتبر الجيش الإسرائيلي أن إيران ارتكبت خطأ كبيرا، وفي سياق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها ودفاعاتها منخرطة في صد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل. من جهته، أوضح الحرس الثوري الإيراني أن أطلاق الصواريخ نحو إسرائيل يأتي بعد فترة من ضبط النفس إزاء انتهاكات إسرائيل واغتيالها لإسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلرشوان. الحرس الثوري أضاف أن عملية استهداف إسرائيل بالصواريخ تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، حيث تم توجيه الصواريخ نحو أهداف عسكرية وأمنية هامة في إسرائيل سيكشف عنها لاحقا. هذا وتوعد الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بمزيد من الصواريخ إذا ردت على القصف الأخير. صواريخ صواريخ صواريخ، هاي صواريخ مش مضادات، صواريخ مش مضادات. شاي شاي صغير على الدار، يلا هون بيت خافي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تشن حملة ضد محور الشر الإيراني حسب وصفه، واصفا اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالإنجاز العظيم. إلى مواطني إسرائيل، نحن في خضم حملة ضد محور الشر الإيراني. قلت بالأمس إن هذه الأيام هي أيام الإنجازات العظيمة والتحديات الكبيرة، إنجازات عظيمة لأننا أحبطنا نصر الله وقيادته العليا ومشروع حزب الله لاحتلال الجليل. نحن عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم سالمين، ولكن من ناحية أخرى هناك أيضا تحديات كبيرة. ما أطلبه منكم شيئين: الأول الالتزام الصارم بتوجيهات قيادة الخطوط الأمامية، والثاني أن نقف معا، سنقف صامدين معا في أيام الاختبار المقبلة. كشفت مصادر مطلعة للحدث عن إجراء السفيرة الأمريكية لدى العراق لينا رومانوسكي خلال الساعات الماضية زيارات لعدد من القيادات السياسية والأمنية، حذرت فيها القيادات السياسية من استمرار استهداف مصالح بلادها في المنطقة، قائلة إن استمرار تلك الهجمات سيدفع واشنطن للرد. مصادر الحدث أضافت أن الاجتماع الذي أجراه رئيس الوزراء محمد شيع السوداني مع قيادات الإطار التنسيقي ركز على وقف هجمات الفصائل وخصوصا ضد المصالح الأمريكية. كما أفادت مصادر الحدث أن كتائب حزب الله وحركة النجباء رفضتا وقف هجماتهما ضد إسرائيل، فيما أكدت مصادر الحدث أن قادة الإطار اتفقوا على مواصلة الضغط على الفصائل لمنع ما وصفوا بانجرار العراق إلى الحرب. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان تنفيذ إسرائيل سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع جنوب سوريا. القصف الإسرائيلي طال مطار الثعلة العسكري وكتيبة الرادار بريف السويداء، كما أفادت المعلومات بتدمير منظومة الرادار والإنذار المبكر في تل الخروف غربي السويداء، وأفيد باستهداف مطار إزرع الزراعي وكتيبة رادار بين مدينتي الصنمين وبلدة الفتية شمالية درعا بعد غارات جوية. ونقلت رويترز عن مصدرين سوريين أن إسرائيل استهدفت 3 محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا، إحداها في قاعدة جوية عسكرية. يا أخي العالم بالأراضي إذن لمتابعة ما يجري وتطورات المشهد من الرياض ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني مانع المطري في الاستديو هنا. مرحبا بك يا أستاذ مانع. وكذلك من عمان ينضم إلينا المحلل السياسي والأمن العراقي رعد هاشم، ومن غازي عنتاب ينضم إلينا الباحث الأمني والاستراتيجي فايز الأسمر، ومن بيروت ينضم إلينا الباحث السياسي الدكتور مكرم رباح، من بروكسل تنضم إلينا الباحثة في الشأن الإيراني منى السلاوي. مرحبا بكم جميعا. الأولوية دائما لضيف الاستديو، ولكن باعتبار أن السيدة منى معنا نذهب باتجاهها. السيدات أولا، على مبدأ السيدات أولا.
أستاذة منى مرحبا بك. إيران ترد، ماذا يعني يمكن أن يوصف المشهد الآن؟ أكثر من 200 صاروخ، تقول طهران بأن وصلت هذه الصواريخ إلى أهدافها، بينما إسرائيل تقول لا، لم تكن هناك إصابات. تحياتي لك وللمشاهدين. لا، على ما يبدو يعني هذه المرة النظام الإيراني استخدم صواريخ، لأنه في النهاية صواريخ بشكل أسرع تصل على إسرائيل، ويمكن احتمالية يعني صواريخ دفاعية أقل، فأرادت هذه المرة أيضا ترسل رسالة إلى حاضنة الشعبية اللي الآن عايشين حالة من الاكتئاب الشديد. يعني إيران في مطرقة، يعني المطرقة والسندان، بسبب أنه في حال لم ترد هناك كثير من انهيار الحالة المعنوية لدى الحاضنة الشعبية في داخل الإيراني وفي المنطقة. يعني نحن شاهدنا كثير على السوشيال ميديا كيف كثير من المناصرين حزب الله يدعون أنه حسن نصر الله كان ضحية ونظام الجمهورية الإسلامية تنازل عنه، أو بالأخص تأكيد إسرائيل على القول أنه جاسوس إيراني من قدم معلومات عن مكان وجود حسن نصر الله، أدى في كثير من الحالة من الغضب من يعني حاضنة الشعبية الإيرانية في جنوب لبنان. لذلك إيران كانت مجبورة أن ترد يعني بنوع بطريقة ما. من داخل الإيراني كانت أيضا هناك مظاهرات أمام شورى أو مجلس الأعلى الأمن القومي، كانوا ينادون أيضا المحافظين أو الطرف المحافظ من النظام الإيراني يرفعون شعار الانتقام الانتقام. لذلك إيران مجبورة الآن ترد، يعني لأنه إذا لم ترد تفقد حاضنتها الشعبية، وأن ردت أيضا حيكون هناك أمام تتبعات خطيرة. ولكن في حالتين هي في حالة لازم تتخذ قرار، أثناءهما مر وأثناءهما هيكون لها عواقب شديدة، ولكن في النهاية الرد على الإسرائيل يرجع لها ماء الوجه حتى وانهارت، لأنه إذا لم ترد هي منهارة وليست لديها ماء الوجه، ولديها حالة من الخجل. اسمحي لي يا أستاذة منى، أستاذ مانع، دكتور مكرم، وكذلك الأستاذ رعد، أريد أن أعرف منك يا عقيد فايز، لماذا صاروخ إسرائيل يصيب، يدمر، يقتل ويصنع حفر عميقة جدا، بينما صواريخ إيران له؟ هل ثم شيء عسكري؟ نريد أن نعرف، نحن لسنا عسكريين. مساء الخير أخي حسين لك وللسادة الضيوف. بالتأكيد هناك فرق شاسع ما بين التسليح الإسرائيلي الذي حقيقة يتحصل على أهم أسلحة العالم، هو عنده من التقنيات الكثير، الحرب الإلكترونية، الأسلحة الدقيقة التي تصيب أهدافها، الصواريخ الذي تحدثت عنها أخي حسين هي تصيب أهدافها بخطأ إزاحة 1 متر 2 متر. لاحظ أنها تختار الطابق من بناية مؤلفة من 10 طوابق وتخصص الصاروخ الذي لا يدمر كل البناية بأهلها، وتقصف يعني بحطه بدرس كمية المتفجرات التي يجب أن يتحملها هذا الصاروخ لكي لا يضر بكل السكان المدنيين في هذا المبنى. وهذا ما حدث إن كان في دمشق عند اغتيال مغنية، أو عند اغتيال بالأمس في بيروت أحد قيادات حماس، أو كثير من الأحيان الإسرائيل تخصص كل شيء لها بمقدار. خلينا نقول عندما اغتالت حسن نصر الله اختارت حقيقة قنابل بزنة 2000 رطل، يعني بما يعادل 925 كيلوغرام، موجهة بشاطئة الأقمار الصناعية تسمى قنبلة المطرقة. هذه المطرقة عندما تسقط على البناء تحدث هزات ارتجاجية، يعني كهزة أرضية ب3.5 درجة تقريباً، تعمل حفرة لمسافة 20 متر وبعرض 15 متر، بحيث حتى البعيد 100 متر أو 200 متر عن مكان الانفجار يصيبه الضغط، ضغط هذه القنبلة ويتفجر شرايينه.
إذن هناك فارق ما بين السلاح الإيراني. لاحظ أن عشرات الصواريخ وباعتراف حليفها النظام السوري تسقط فوق الجنوب السوري، هي كلها 200 صاروخ. إذن عشرات الصواريخ التي سقطت فوق الجنوب السوري وفوق الأردن لم تصل إلى أهدافها. طيب لم تصل إلى أهدافها، إيران تقول بأنها وصلت إلى 80%، بينما الجانب الإسرائيلي يقول لا. أستاذ مانع المطري مرحبا بك، ردت إيران هذا الرد من خلال متابعتك سيعقبه شيء أكثر، مواجهة مباشرة استمرارية أو لا نكتفي بهذا القدر وننتظر اغتيال آخر وترد عليه إيران وهكذا؟ نعم، أنا أعتقد أن الرد الإيراني بقدر ما هو استهلاكي وموجه لجمهور إيران أكثر مما هو موجه للإضرار بإسرائيل. هو موجه لجمهور إيران للمحافظة على تماسك هذا الجمهور، وبالتالي بقدر الضرر الذي ألحق بإسرائيل سيكون هناك رد. إيران إسرائيل أيضا معنية بالرد حتى تثبت أن يدها طويلة، والمناورات التي قامت بها بضربها الحديدة يجب أن تنعكس الآن كضربات حقيقية في إيران بأن تثبت أن يدها طويلة كما تقول دائما، وأنها تستطيع أن تصل إلى داخل إيران أو إلى أي مكان في إيران، لكنها لا أعتقد أنها ستجازف بالضرب في مفاعلات نووية أو منشآت نفطية بقدر ما ستسعى لضرب ما ستسمي أنها منصات إطلاق صواريخ أو أي أهداف عسكرية أخرى، لكنها لا أعتقد أنها وصلت إلى المرحلة التي تعتقد أن هناك فرصة لضرب المنشآت النووية الإيرانية، بدليل أن إيران لم تسعى للضرب مباشرة وتعمل شيء من المباغتة، بل أبلغت إسرائيل عبر قنوات قناة ثالثة بأنها ستضرب وأنها ستقوم بالرد وأن الرد سيكون بالآلية والكيفية التي تمت بها، وبالتالي قامت إسرائيل بإخلاء قواعدها العسكرية واستطاعت أن تسقط جزء كبير من هذه الصواريخ. لو افترضنا أن منظومات الدفاع الجوي في الأردن وفي منظومات الدفاع الجوي للتحالف في العراق ومنظومات الدفاع الجوي في إسرائيل والمنظومات الدفاع الجوي الأمريكية الموجودة في القواعد الأمريكية وفي البوارج الأمريكية أسقطت 80% من هذه الصواريخ التي عددها كما يقول الإعلام 400، بمعنى أن الذي وصل 80 صاروخ. لو افترضنا أن كل صاروخ يزن ما يعادل القنبلة الإسرائيلية التي كانت تضرب على الضاحية الجنوبية بوزن 2000 رطل أو طن مثلا، معنى أن 80 طن من المتفجرات سقطت على إسرائيل وهي لا تعادل حتى ما ضرب على في عملية اغتيال حسن نصر الله، وبالتالي هذه الضربة كلها التي قامت بها إيران لا تحدث فارقا في الحرب. إيران تحتاج إلى 600,000 صاروخ حتى تحدث فارقا في هذه الحرب. طيب أستاذ رعد هاشم مرحبا بك مرة أخرى، أعود إلى سؤالي للعقيد فايز الأسمر، لماذا صاروخ إسرائيل يقتل ويهجر ويدمر ويعني يحدث زلزالا في المناطق التي يقع فيها؟ وهذه ليست دعاية لإسرائيل، بينما الجانب الإيراني لا، يعني عندما تتحدث بعض المعلومات أن أكثر من 200 صاروخ وفي بعض التقارير تصل إلى 400 صاروخ تدخل الأراضي وتدخل على إسرائيل ودون أي أضرار، ماذا يعني ذلك؟ بالتأكيد يعني تحية لك والضيوف الكرام، أهلا وسهلا. لي؟ نعم لك. السؤال موجه لي؟ العفو. نعم موجه لك باعتبار أن يعني أنت قريب من التحليل العسكري، دعني أخذك اليوم بالتحليل العسكري. أستاذ حسين تحياتي لك وللزملاء، أهلا وسهلا زاول المتابعين. حقيقة واضح أنه يعني أنه هذه فيها شيء يعني مطمئن وفيها شيء مقلق. المقلق يعني أنه هذه التطويشات للصواريخ حقيقة فقط تعمل ردة فعل نفسية أمام الرأي العام والصغار والشيوخ والكبار، أنه انطلقت صواريخ حمياء في العراق قلق لأنه هي عبرت مجال الجو العراقي، في الأردن تعمل على قلق، وأيضا العرب في الجانب الإسرائيلي في فلسطين أيضا عملت لهم قلق لأنه عمياء. هذه لو كنا مطمئنين أنه تذهب إلى الأهداف الإسرائيلية لما حصل هذا القلق. الشيء المطمئن
أيضا أنه هذه صواريخ عمياء لا يعني تأثر ولا تعطي أي يعني مجال أنه يعني تعمل تخريبا في أي من الجهات التي تهددها إيران، وهي ليست إسرائيل يعني فقط، هي تهدد جميع دول الإقليم. في وقت مضى هي وميليشياتها، الآن تركيزها لأغراض دعائية على موضوع إسرائيل وغزة ولبنان. الذي يقلق أكثر هنا أيضا أنه إذا أنتوا بالصواريخ ما دبرتوها، وكل ساعة تقع هذين الجيزرات في منطقة طيب هنا في الأردن، هذا الموجود لديهم ثلاثة في العراق، هذا الموجود لديهم يعني لا من الناحية العسكرية، إنه إذا يعني ما معنى أن تطلق هذه الصواريخ نعم. على إسرائيل ولا تصيب ولا تؤثر ولا شيء، ما الذي أرسل فيها؟ زعفران، ماء ورد، ما الذي؟ لأنه أستاذ حسين هي غير موجهة توجيها يعني دقيقا، أجهزتها وماكينتها وبارودها غير موزونة بدقة، يعني تتماشى أو توازن الانطلاق وحشوات الانطلاق، كل هذه تسمى يعني في المفهوم العسكري أنه أسلحة عمياء. طيب. أنا أريد أقول أنه هذه الصواريخ ربما تمر هذه الأزمات ويأتي يوم أيضا وتنفخ بها بعض الدول الغربية بالبرنامج النووي. يا أخي إذا بالصواريخ البالستية طقطقوهن الولد بالهواء يعني زي الخفافيش لما واحد يصيدها ويضربها. طيب إحنا بكرة بالنووي يعني اللي تزعم فيه إيران كيف هو الحال؟ يعني حينما تضخم الآلة الإعلامية ربما الغربية البرنامج النووي الإيراني طيب. وهو فعلا خطير، يعني لا أزعم أنه يعني هين، لكن الآن الجيش لنا أن نتصور من خلال هذه التقنية الضحلة. نعم، الجيش الإسرائيلي أستاذ رعد يقول إيران أطلقت نحو 180 صاروخا باتجاه إسرائيل. سأعود إليك بعد قليل يا دكتور مكرم رباح. قيل وقيل وقيل بأن إيران باعت حزب الله، طهران اليوم ردت، هل 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 ما زال هذا السيناريو موجود أو أن هذا الرد لا يشي بأن إيران لن تبيع حزب الله؟ بالعكس، ما يجري الآن يثبت بأن هذه المقولة بأن الإيرانيين قد يبيعوا حزب الله هذا هو شيء غير دقيق، لسبب بسيط أن حزب الله بالأصل ثمنه جدا رخيص، وما أصبح اليوم وأنا أتفرج على عرض المفرقعات والعرض اللايت شو الذي حصل، تذكرت مثل لبناني لا أعرف إن كان الشعب السوري يملك هذا المثل، يقول كنا مفكرين الباشا باشا طلع الباشا زلمي، مما يعني بأنه أصبح نوع من أضحوكة. لا شك بأن هؤلاء الذي يؤمنون بهذا المحور السخيف الذي لا يملك لا التقنية ولا المقدرة السياسية والاقتصادية على مقارعة الغرب وإسرائيل يجعلون من هذا الشيء كرد، ولكن أعتقد شخص بقيمة حسن نصر الله المعنوية لهذا المحور إن كان فقط يستاهل 180 صاروخ سقط أغلبهم في أماكن غير مأهولة أو اعترضته القبة الحديدية. أنا برأيي وقلتها سابقا أستاذ حسين أن هذا المحور هو دقيق عندما يرمي الصواريخ على مجد الشمس، وهذه هي المأساة الحقيقية. تلك الصواريخ الإيرانية في آخر المطاف هي لقتل الدماء العربية وليس لقتال إسرائيل. وثم والأهم من ذلك، إن كان ما يجري في العالم العربي يستاهل بأن يتدخل إدارة بايدن بطريقة تقوم بتأمين تأمين الحاضنة السياسية لمنع هذه المواجهة المفتوحة، أعتقد بأن مع تقدم الوقت نتنياهو في الأصل هو يريد أن يحارب إيران بشكل مباشر، وما يقوم به الإيراني من محاولة تفادي الحرب يذكرني بمقولة لصديقي الذي قتل من قبل حزب الله لقمان سليم، وصديقك يقول من يخسر الحرب هو من يتعفف عن خوضها، والحرب الإيرانية قد خسرها الإيراني لأنه لم يرضى يخوضها، وأنا باعتقادي مع كل خبرة المتواضعة العسكرية لا يملك حتى التقنية للدخول في الحرب. طيب، باعتبارك أتيت على المقولات، أنا لا علاقة لي بالأمثال يا دكتور مكرم، ولكن ثمت
رواية تنقل عن المتنبي قال له رجل أراد أن يحرجه: رأيتك من بعيد فظننتك امرأة. فرد عليه المتنبي قال له: وأنا رأيتك من بعيد فظننتك رجلا. ليس كذلك أستاذ؟ باعتبار يدخلنا الدكتور مكرم اليوم في الأمثال والمقولات وإلى ما هنالك. طيب أفضل شيء بعتقد أحلى ما نقبضهم جد للإيرانيين. هذا شأنك يعني. إيران تقول بأنها ردت والأهداف نحو 80% يعني وصلت إليها هذه الصواريخ. عقيد فايز الأسمر، مرة أخرى أعود إليك، الجغرافيا التي استخدمت في هذه الصواريخ الآن ما هي، ومن سمح ومن لم يسمح؟ ما فهمت السؤال أستاذ حسين. الجغرافيا التي استخدمت فيها الصواريخ إلى أنا دوري أفهمك السؤال وأنقل لك إياه وأفصل لك إياه يا عقيد فايز. الجغرافيا التي استخدمتها إيران في وصول هذه الصواريخ إلى إسرائيل من هي؟ العراق، سوريا، الأردن، ومن اعترض ومن حاول ومن له القدرة كذلك على إيقاف هذه الصواريخ؟ يعني بالتأكيد استخدمت الصواريخ على أساس أنه من الأهواز، من منطقة الأهواز باتجاه إسرائيل. يعني ليس لنا، عندنا لست منجما حتى أعرف إذا كان العراق متواطئا في هذا الأمر من خلال ميليشيات الحشد الشعبي، بس بالتأكيد من سوريا ما راح يتم القصف لأن نظام بشار الأسد يتحسس على رأسه، وأنذرته إسرائيل أن أي استخدام للجغرافيا السورية في قصف إسرائيل من قبل جيشك أو من قبل الميليشيات الموجودة على أرضك سيكون الثمن بعيدا. بالتأكيد هذه الصواريخ أطلقت من إيران، ولكن كما قلنا هناك فارق في التقنية حقيقة أستاذ حسين. ربما يكون الصاروخ الذي وزنه 2000 رطل يكون الوقود الصلب في والسائل أو السائل يكون وزنه 1500 كيلو أو 1800 كيلو ليصل عند تل أبيب، ويكون المتفجرات في 200 كيلو أو 300 كيلو، إضافة للتقنيات الموجودة للدفاع الجوي المتعدد الطبقات لدى إسرائيل. هناك منظومات حد للصواريخ البالستية أو ما يسمى بالآرو، هناك القبة الحديدية للصواريخ البالستية والقصيرة المدى، وهناك أيضا القبة الحديدية للصواريخ البالستية. ناهيك عن كافة القواعد الموجودة في المنطقة التي تشترك كما اشتركت في نيسان بإسقاط هذه الصواريخ، أنا وهي دول فرنسا إسبانيا وأمريكا. طيب. قواعدهما ناهيك عن العراق، ناهيك عن دول الخليج، ناهيك عن القطع البحرية الموجودة في دول الخليج. إذن من الممكن أن لا يكون وصل إلى الحبيب إلا الصواريخ. طيب سأتوقف عند طريقة كذلك الرد الإسرائيلي يا عقيد فايز. أريد أستاذ مانع أن أسألك، عندما تتحدث مصادر عسكرية إسرائيلية بأن الليلة ستكون هناك عمليات وسلاح الجو الإسرائيلي سيعمل في مناطق مختلفة بالشرق الأوسط، أين في الشرق الأوسط؟ اليمن مثلا؟ أعتقد أنه وارد أن يكون هناك ضربات في اليمن، خصوصا أن ما أعتقد أنه يجري بين سياسيا أو في الخفاء بين إيران وإسرائيل هو في اتجاه تسوية تمضي خطوة بخطوة، خطوة مقابل خطوة. الخطوة الإيرانية هي أيضا تقليص، القبول بتقليص قدرات حزب الله مقابل نقل الراية إلى السيد عبد الملك الحوثي وإعطائه شعور بأنه أصبح سيد الجزيرة كما يتحدث الإعلام الإيراني في هذه الأيام الأخيرة، وبالتالي تسليط الأضواء عليه من خلال ضربات إسرائيلية على موانئ الحديدة أو مواقع بعيدة عن مركز القرار الحوثي
بالتأكيد ستعطيه حضور شعبوي ومزيدا من الهالة على مبدأ النفخ يعني. طبعا على مبدأ النفخ لو كانوا يعني إسرائيل تريد أن تنفخ عبد الملك الحوثي أكثر فأكثر فأكثر. مقتضيات الصفقة هكذا، أن تزيل خط الدفاع الأول عن المنشآت النووية الإيرانية الذي يقف على حدود إسرائيل وتنقلها إلى باب المندب، ويكون هناك ضمان لإيران كي تقبل بذلك، أنه في حال فشل الصفقة تستطيع إيران أن تغلق باب المندب وأن تصنع مشاكل للعالم. وهي تريده أن يصدق هذا النفخ، وهو مصدق لهذا الأمر، وهو مصدق لهذا الأمر وتصريحه. المشكلة ما بعد النفخ يعني، يعني مسألة إذا انتفخ أكثر من اللازم من الممكن أن يتصرف تصرفات سيدفع الثمن فيها غال. هي إسرائيل تدرك أن إذا كانت إيران بكل القوة والجبروت الذي تمتلك لا تستطيع أن تحدث فارقا في المعركة، فما بالك بجماعة الحوثي. يعني جماعة الحوثي تقريبا وصلت 4 قطع من بداية السنة إلى داخل إسرائيل، وقتلت مستوطن واحد خلال هذه الفترة كلها. يعني ما الذي تستطيع أن تفعل؟ لا تشكل تهديدا حقيقيا. يعني لو شفنا كم عدد حوادث السير في إسرائيل ستطلع 100 ضعف على ما وصل من الحوثيين إلى هناك، وبالتالي هي لا تستطيع أن تصنع فارقا حقيقيا يهدد أو يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل. وبالتالي النفخ بالنسبة لهم أن يكون الخطر موجود في اليمن أفضل لهم من أن يكون موجودا هناك، وفي نفس الوقت سيستطيعوا استثمار مستقبلا لابتزاز دول المنطقة. طيب أستاذة منى، إذا أرادت طهران أن تنتقم للشخصيات الثلاث التي أوردتها في بيانها، لماذا تخبر طرفا ثالثا منها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بأنها ستوجه هذه الضربات إلى إسرائيل؟ لأنه لا ننسى أنه إيران في النهاية تريد أن ترد، ولكن لا تريد أن تدخل في الحرب. يعني أكثر من مرة المسؤولين الإيرانيين قالوا نتانياهو يريد الحرب، ونحن لا نريد أن ندخل في لعبة نتانياهو. يعني يحاولون أن يبررون بعدم ردهم بأنها لأنه إسرائيل تريد من إيران أن تقوم بردة فعل، هم لا يردون، وكأنما مثلا لا يريدون يعملون ما يريده نتانياهو. كما أنه نتانياهو يلعبها لعبة يعني بشكل جيد، هو بالفعل أجبر الإيرانيين أن يردوا، لأنه في خطابه الماضي حاول أن يوجه كلامه إلى شعب الفارس، حتى قال شعب الفارس يعني Persian Nation، قال أنه إحنا في حياتنا ما كنا معارضين وحياتنا ما كان عندنا مشاكل، ولكن وإن حصلت سيكون هناك، وشعب الإيراني حيرى انهيار النظام الإيراني قريبا. أما بالنسبة للصواريخ، أحب أقول أن الصواريخ تم إطلاقهم من مدينة إصفهان، هاي المرة ما علاقة للأهواز بهذه الصواريخ، كانت من مدينة إصفهان. وعتاب صغير عليك يا أستاذ حسين، لأنه واحد لما أرادوا يحرجوا متنبي على أساس أنه مرأة، كأنه مرأة هي أهانة، وهي ليست أهانة على الرغم أنه سابقا كانت كذلك. والله يا أستاذ منى ورطني الدكتور مكرم، يعني هو يأتي بالأمثال وأنا كنت مضطر أن أروي له ما سمعته عن المتنبي. يعني لا أكيد طبعا هذا الموضوع، ولكن تعرف الدكتور مكرم أكاديمي ويأتي على كافة الأحوال. وأنت لا يحق لك أن تعاتبي يا أستاذة منى، تعرفين لماذا؟ لأن 4 ضيوف رجال وبدأت معك، إذن نحن معك. طيب. كذلك أريد أن أسأل الأستاذ رعد هاشم، يعني هناك أخبار تقول بأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الآن في هذه اللحظات يتوسط 3 شخصيات دينية شيعية مؤثرة من أجل أن تكبح جماح الفصائل التي تحمل السلاح، وفق أي مبدأ؟ وفق مبدأ مشان الله لا تحرجونا مثلا، أليس هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة العراقية؟ طبعا يعني هو السيد السوداني دائما بهذه المسألة يعني محرج، ربما يعني هاي التوسط إذا صح الحال في هذا الموضوع، هذا التوسط فات أوانه. يعني مرارا نكرر دعوتنا هنا بتحجيم دور المنشيات وعدم إعطائها هذه المنزلة أو هذه السطوة حقيقة على مستوى الساحات القتالية. الآن هم مسيطرون في الأنبار، في صلاح الدين، في الموصل، في الحدود التي يعني
بالغربية أقصد جميعها، هي هذه اللي تقربهم حتى للجماعات الإيرانية. بالمناسبة الفصائل هي لا تطلق صواريخ ولا مسيرات، المستشارين والخبراء الإيرانيين هم المباشرين الذين يطلقون هذه الصواريخ، سواء كانوا على الحدود أو على مقربة من الغربية. أقول أنه يعني كم من الروح المسؤولية التي يتحلى بها السوداني في تجنيب بلده الانزلاق إلى مهاوي هذا النزاع، لكن يعني سطوة الميليشيات بدعم إيراني قوية. يعني إلى متى يبقى أن يتوسط هذه الشخصية أو تلك، يتوسط إيران أو غير إيران لتحجيم هذا النفوذ؟ طيب هم يمك، يعني هم بيحصلوا على الدعم المالي والمعيشي وحتى الآليات، كلها من إمكانية الدولة. فقط تنسحب هذه هذا الدعم، هذا أولى بوادر التحجيم. تحذيراته وأنذاراته المهذبة الشفافة لا تنفع حقيقة مع هؤلاء، لأنه هؤلاء ولاءاتهم عمياء لإيران، ليست كالروح الوطنية ولن تؤثر عليهم طريقة تعاطي إيران التي مع ما جرى بها مع أمين عام حزب الله، أو على الأقل ردة فعل البعض من اللبنانيين، البعض أنا أتحدث عن البعض، بأن ثمة شيء حدث وبالتالي تخلت إيران عن دعمها لحزب الله. وشخصية حسن نصر الله ليست شخصية عادية بالنسبة لإيران وبالنسبة للمرشد، يعني هذا ألا يشكل عبرة لهؤلاء الموجودين الآن في العراق يا أستاذ رعد؟ لا بالعكس، أنت بتلاحظ خلال النصف ساعة الأخيرة هم باتوا يهددون أيضا مستمرين، لا عبرة ولا شيء، للأسف لم يتعظوا. بالمفارقة أنه يعني ورد، وأنت تتلي بعض الأخبار منذ نصف ساعة وأقل، ورد أنه هناك يعني توجيه صواريخ لعين الأسد، هم نفوها وقالوا أنه هذه عملية مشبوهة، ربما الأمريكان هم يقومون بها. تصور يعني تحولت عملية استهداف عين الأسد حينما هم يطلقون الصواريخ فهي عملية بطولية، ولكن من يطلقها آخرين حسب زعمهم فهي مشبوهة. يعني والآن أيضا يهددوا إسرائيل والأمريكان إذا استخدموا الأجواء العراقية بالتجهيم بإيران في أي عمل انتقامي، أيضا سيكونون هم على هبة استعداد للرد، بينما تجد إيران تنتهك الأجواء العراقية والأردنية ولا يفعلون أي شيء ضد هذا الإجراء السلبي. دكتور مكرم رباح، لبنان إلى أين الآن؟ يعني المتغير ليس سهلا. أعتقد بأن المرحلة القادمة بالنسبة للوضع اللبناني هو دقيق جدا وخطر، وهذه الفكرة في حين نحن والأصدقاء العرب يحللون، نحن كما يقال يدنا في النار، أن ردة فعل الإسرائيلي استطاع أن يعزل الجبهة الداخلية أو جبهة غزة عن جبهة لبنان، ويقوم بشكل ممنهج بالقضاء على كل أعضاء المحور. رأينا كيف أن الاستهدافات الأمنية والعسكرية وحتى الاغتيالات الدقيقة لا تشمل فقط قيادات حزب الله، فقد وصلوا إلى السيد حسن نصر الله، ولكن اليوم على سبيل المثال تم اغتيال أحد القادة التابعين للتنظيمات السورية، أعتقد فرقة الإمام الحسين أو شيء من ذلك. ولكن بالإضافة أعتقد بأن الإيراني يحاول أن يحيد النظر عن شيء أساسي. أستاذ حسين، عقيدة أوباما أو الاتفاق النووي جعلنا نعتقد بأن الخطر الحقيقي هو النووي، وثم هناك كلام عن الصواريخ الباليستية، رأينا الصواريخ الباليستية، وأعتقد بأن النووي هو موضوع آخر كما تحدث الزميل. أما الخطر الحقيقي على أمن المنطقة والخطر بشكل عام على الأمن العالمي، كانت وكلاء إيران من الميليشيات. رأينا كيف أن دكتور مكرم مضطر أنا رغم من هذا الكلام الفارغ أن ننتقل إلى المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم البيت الأبيض، سنعود إليكم إن بقي وقت نتابع. حول الخطوات المقبلة من حيث الرد وحول كيفية التعاطي إزاء ما فعلته إيران، وسوف نستمر في مراقبة التهديدات المقبلة من إيران ووكلائها، وأننا نعيّة كافة الجنود الأمريكيين في المنطقة. والآن سوف أتلقى بعض الأسئلة.
هل الإدارة كانت قد عملت على إخراج المواطنين الأمريكيين من لبنان؟ كما تعلمون المواطنون الأمريكيون في لبنان قد توفرت لهم بعض وسائل النقل التجارية لنقلهم وإخراجهم، وقلنا هذا عبر ذلك المنبر أكثر من مناسبة، وخاصة في ظل خطة الإخلاء التي لا تعتمد على أسس قتالية، لكننا ما زلنا نعمل على تمرير هذه الرسالة، فإنه على المواطنين الأمريكيين اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الخارجية وإيجاد السبل التجارية للخروج، لأننا في مرحلة لاحقة لا نستطيع إخراجهم بأمان. ما هي وجهة نظر الولايات المتحدة حول الانتقام والرد الإسرائيلي في عقاب هذا الهجوم الإيراني؟ لقد أجرينا بعض المناقشات مع الإسرائيليين في عقاب هذا الهجوم على المستوى العسكري وكذلك على مستوى وزارة الخارجية، وأننا مستمرون في هذه المناقشات في الساعات المقبلة، ولن نقوم بإطلاق الأحكام المسبقة إلا بعد التشاور مع الإسرائيليين، وسوف تتاح لنا لتحديث هذه التقارير وإجراء مناقشات مطولة. من الواضح أن هذا تصعيد كبير من قبل إيران، وكان لابد لنا أن نتعاون مع إسرائيل في مواجهة هذه الحادثة، ولحسن الحظ بأنه ما من شخص قتل في إسرائيل حتى اللحظة، لكننا لابد لنا أن ننظر إلى الخطوات المقبلة لحماية المصالح الأمريكية وتحقيق الاستقرار إلى أكبر قدر ممكن. بالنسبة لرسالة الرئيس إلى إسرائيل ولتقديم الدعم لها بصورة كاملة، من هذا المنبر لن أشاطر توصيات الرئيس، فقد يكون لديه فرصة مشاطرتها بصورة مباشرة. كما قلت لكم أجرينا مشاورات مع الجانب الإسرائيلي، وما زال من المبكر أن نتحدث عن عمليات التقييم تلك أو عن التوقعات، سوف نقوم بإطلاعكم عليها في حال حدوثها. أعلنت من هذا المنبر بأن الرئيس يتعقب هذه الأحداث لحظة تلو الأخرى، ونحن على اتصال لصيق مع الإسرائيليين، وسوف نخبركم بأي تحديثات قد تحصل. آخر سؤال، في أبريل وبعد أن بدأت إيران هجومها ضد إسرائيل، كان هناك مجموعة من العقوبات التي صدرت بحق إيران نتيجة لفعل ذلك، وقيل بأن ثمة تبعات وعواقب وخيمة سوف تلحق بإيران. ما هي تلك التبعات والعقوبات؟ هذا السؤال سوف تكون إجابته من خلال المناقشات التي سوف نجريها. من المبكر أن أتحدث عن تلك العقوبات، لكننا سوف نقف مع إسرائيل من أجل الدفاع عن نفسها، وكنا قد أوضحنا بأنه تبعات سوف تكون هناك ولن يمر الأمر مرور الكرام. إذن هذه كلمة للناطق ومؤتمر صحفي للناطق باسم البيت الأبيض دكتور مكرم، كنت تريد أن تكمل الفكرة حول ما يجري الآن، ولكن الحديث بهذه الصيغة ألا يضعك يا دكتور مكرم ويضع كل من يحمل هذا الرأي في صف إسرائيل؟ عندما الشخص يتكلم عن مصلحة لبنان ومصلحة الدول العربية فيما يتعلق بحياة البشر والحياة الإنسانية، لا يكون يخدم إلا مصلحته الشخصية والوطنية، وهنا أي كلام أو محاولة تخوين كما يقوم بها الطرف الإيراني وبالتحديد أشخاص الذين يدعون بأنهم مع المقاومة هم بآخر المطاف يضرون بنفسهم. نحن نقول ونردد بأن نطلب وقف إطلاق نار فوري، وهذا لا يعني فقط انكسارا سياسيا، بل يعني هذه نوع من نصر إلهي للإنسانية. لن نرضى يا سيدي بالرغم الاختلاف السياسي مع حزب الله أن يموت هؤلاء الأشخاص فدا إيران وفدا هذا العرض المسرحي السخيف. أنا أصر على هذا الموضوع كون الموضوع ليس مواجهة تقنية. حزب الله وحسن نصر الله لم يقتل فقط بصواريخ إسرائيلية، بل قتل لأنه راهن على الولي الفقيه وراهن على فكرة بأن إسرائيل تعرف بأن إيران لن تقاتل، ومن هنا ستعتبر بأن حزب الله ليس بخطرا حقيقيا وجوديا. قد أثبتت الأيام الماضية بأن حسن نصر الله لم يكن على صواب، وقد دفع دمائه ودماء مقاتليه فدى ذلك. نعم.
شكرا جزيلا لكم جميعا من بيروت الباحث السياسي الدكتور مكرم رباح من بروكسل كانت معنا عبر الهاتف الباحثة في الشأن الإيراني منى السيلاوي وكذلك المحلل السياسي اليمني في الاستوديو مانع المطري ومن عمان المحلل السياسي والأمني العراقي رعد هاشم ومن غازي عنتاب كان معنا الباحث الأمني والاستراتيجي العقيد فايز الأسمر. شكرا جزيلا لكم جميعا الضيوف الأكارم. نواصل نقل الأخبار بعد قليل. الزميلة ماريا بن عادل تلتقيكم والحدث تتابع معكم صوتا وصورة من مكان الحدث. دمتم بخير. صواريخ 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 هاي صواريخ مش مضادات صواريخ مش مضادات. صواريخ 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 هاي صواريخ مش مضادات صواريخ مش مضادات. صواريخ 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 هاي صواريخ مش مضادات صواريخ مش مضادات. صواريخ 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 هاي صواريخ مش مضادات صواريخ مش مضادات. صواريخ 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 هاي صواريخ مش مضادات صواريخ مش مضادات.